باقي من الزمن، باقي من العدد 10، 6، تمن العدد. ايه ده؟ ده ما شاء الله ده عدى 500. طب الحمد لله الزوم بتاعنا بيشيل اكتر من 500 اهو، او 500 اتندي و3 بانيليست لو وقف عند الثلاثه دي بس. الحمد لله احنا كده جاهزين نبدأ في اي وقت. طيب انت ممكن تبدأ تسجيل يعني؟ تمام، التسجيل شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ بعتذر طبعا لو الوقت متأخر، بس انتوا طبعا اللي اخترتوا ميعاد الساعة 11، وإن شاء الله يعني نبقى خفاف ولطاف وما نبقاش متقلين عليكم عشان الوقت متأخر وكده. النهاردة يعني أنا بتشرف والله إن أنا بقدم أحد زملائي المجتهدين جدا 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 ومخلصين جدا 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 جدا، دكتور أحمد النحاس. دكتور أحمد، إزيك؟ ازيك يا دكتور علياء؟ يعني انا سعيد والله بالامانه للدعوه الكريمه بتاعت حضرتك اولا، وحابب اشكر ربنا يخليك. دكتور امير وحضرتك على المجهود الرائع بصراحه اللي بتبذلوه يعني مع الشباب ان شاء الله. يعني المجهود الرائع اللي تحت بذله دلوقتي. ان شاء الله. ربنا معاك بقى يا ابني. طيب احنا تمام الصوت اعتقد كده، فعشان برضو ما نتأخرش عليكم ونطولش في مقدمات كبيرة، وانا كنت حابة الاول بس دكتور احمد يعني دينا شورت بريف كده عنك وكده، هو يعني ان شورت هو يعني انا اسمي الموضوع. احمد النحاس، تمام، وانا شغال بيدياتريك كاردك انتنسيف كير سبيشالست في اسوان هارت سنتر ومجدي يعقوب هارت فاونديشن في اسوان. يمكن شغال هناك بقالي فتره دلوقتي اراوند 5 ييرز حاليا، وفيها بقى سبق يعني اكسبيرينسز في نيوتال انتنسيفست في الجلال العسكري، ويمكن اشتغلت برضو مع الشباب في ابريش شويه، فيعني معايا فترة لا بأس بيها كده من الانتنسيف كير، وأنا حابب المجال بصراحة. وبعدين الموضوع تطور بقى الكاردك انتنسيف كير، والحمد لله يعني هو المجال يتحب فعلا. هو طيب احنا دكتور احمد النهارده يعني ان شاء الله هنتكلم عن السي بي ار. كان في كده يعني زي حد كان مختلف عليه او متلخبط، هل احنا ده البيدياتريك ادفانسد لايف سبورت ولا احنا بنتكلم عن ايه النهارده يعني ان شورت كده يعني؟ لا، واحنا الفوكس بتاعنا مختلف تماما عن البيداتيك ادفانس لايف سبورت. هو انا عايز اتكلم يعني ايه كواليتي، هاي كواليتي سي بي ار، يمكن اقرب للبيزكس وازاي ابدا افكر في العيان بتاعي، وهايلايت كمان الحته بتاعت لو انا عندي عيان كاردياك او عنده مشكله كاردياك هبدا افكر فيه ازاي. لكن يا يعني الكورس ريت. بتاع البيداتيك ادفانس لايف سبورت يمكن بيفوكس شويه على الحته بتاعت ان انا هبقى هاندز اون وبراكتس وكيس سيناريوز، وده يعني يومين كده مليانين لونج كيس ديسكشنز واتندنس لازم فيزيكال، فلا السكوب مختلف شويه. اوكي، بس طبعا اي ثينك ان انت يرشل ان احنا هيتروجينس جروب وعندنا ناس ريزيدنتس وسبيشالست واعلى يعني، فيعني احنا هنجو فروم بيزكس برضه يا جماعه، ولكن هيبقى في حته كده سيكا ادفانسد في الاخر يعني لو عندنا وقت يعني لو انت لسه عايش يعني. ماشي. طيب احنا مبدئيا زي كل يعني الحاجات اللي كانت فاتت في البودكاست اللي هو كان مع علي قبل كده، كنت انا ببدا بزي كيس سيناريو صغيره كنت متقمص فيها يعني ازف ان انا نايب جونيور، وبفكر بدماغ النايب الجونيور قد يكون صح قد يكون غلط، قابل حاله معينه وتصرفت فيها كده، وعايز اشوف التصرف بتاعي ده كان صح كان غلط. فبليز يا جماعه يعني ايه، ايماجين ان انت اللي مكاني، فطبعا لو بعمل حاجه غلط انا نايب جونيور انا مش عاليه يعني، انا شاطره وجامدين جدا يعني. اوكي. طيب كيس رقم واحد،
طيب احنا هتلاقي فوق كده ان هل السيتنج ده اي ار سيتنج، بي اي سي يو سيتنج، ان اي سي يو، وهكذا. دكتور احمد، انا كنت نايب الاستقبال، دي حاله اي ار سيتنج، انا في الاستقبال. جالي بيبي 4 شهور، كان فيه هيستوري كده من جاسترونترايتس بقاله 3 ايام قبل ما يجي الاستقبال. مامته قالت انا كشفت عليه وعطيت له علاجات ومش عارف ايه، بس هو كان رافض الفيدينج ومش كان بياخد محلول الجفاف. للامانه الدكتور كتب له محلول جفاف ولكن هي ما عرفتش تدي له حاجه. وجات لي بقى الاستقبال وانا كنت للاسف الغطشيه في اليوم ده. البيبي ده كان سيفيرلي دي هايدريتد وكان unresponsive. احد زملائي اللي قاعدين قال لي ان احنا ده كده حاله شقد. انا طبعا عشان انا كنت حاضره كورس قبل كده، قلت انا لازم اتشيك البولس بتاع الولد ده، انه مش حاله شقد بس شكله كان قطع النفس اساسا. يعني عملت شكل البولس ودي كانت يعني ايه من خطوه اساسيه. لقيت ان انا اصلا مش حاسه بالسيشن، فالولد ده طبعا ارستد وانا ما كذبتش خبر. وعلى طول بدات ان انا اعمل ايه بالتشست كومبريشن، لا تشست كومبريشن، وعملت جود فنتليشن بعد كده. وطبعا عارفه ان هو حاله شقد وجاسترويترايتس، فبدات اديت له بوليسز من الاي في فلويد، وعملنا شكل الريست للريزم سوري، والبيشنت ده ارستد، وبدات ادي له ادرينالين. يعني اديت له ادرينالين وكومبريشنز، وتعاملت معاه كحاله سي بي ار، واديت له فلويدز وظبطته وعملت كل حاجه، ولكن نو ريسك. ريسك يا جماعه يعني ريتيرن اوف سبونتينيوس سيركيليشن، ماشي؟ يعني ان هو كده ارد يعني، اوكي. فما حصلش ان ما رجعش. انا مش عارفه دلوقتي هو ما رجعش ليه. انا عملت كل حاجه، انا شايفه ان انا عملت كل حاجه كل حاجه. ايه رايك في اللي انا عملته؟ هو احنا محتاجين كده نعرف من الشباب الاول، انا حابب اسمع منهم صراحه الفيدباك بتاعهم. يعني حضرتك كده ان بريف، طفل 4 شهور جايب جاسترونترايتس، بتعملي شكل البلس ارستد، فانت خمنت ان هو هايبوفوليميك، كان شقد وبعدين بقى ارستد فهو كان هايبوفوليميك، يعني ده السبب بتاعنا. فديتي 3 بوليسز اي في فلويد. ركزت واديت له سلاين بقى، وقعدت افكر ادي سلاين ولا رينجر ومش عارف، يعني عملت كل اللي اقدر عليه بصراحه، ما كذبتش يعني. محتاجين نسمع آراء الشباب الأول عشان نبقى لو في حد حابب يقول لنا كده ايه الاوبشنز المتاحة في الطفل ده يفكر فيها. ممكن ندي الافيلابيليتي لحد يتكلم ولا ممكن نشوف الشات؟ دكتور امير الشات لو أسرع، حد، ممكن يكتبوا على الشات الشات. لو حد حابب يتكلم يرفع ايده. اوكي تاني لو حد يتكلم هيبقى احسن يعني، يعني هيدسكس هيبقى تمام، يرفع احسن ايده لو حابب يتكلم، يرفع ايده. عادي. يا جماعة قولوا حتى لو غلط، يعني احنا شفنا الشات الإجابات يقدروا بتاعت يكتبوا كلهم في نفس احنا الوقت شفنا عادي. الإجابات بتاعت البريتست، ف خلاص كل شيء انكشف ومبان. عايز يقول حاجة يقول. حلو، تمام، انا اللي مش رفعوا ايديهم مفتوح لهم المايكات، اتفضلوا. حد يفتح المايك يتكلم يا شباب. دكتورة مروة ودكتورة إسراء ودكتورة فاطمة، المايك متاح. ودكتورة رحاب. طب دكتورة إسراء اتفضلي، عشان مسافة شوية. دكتورة إسراء بتجربوا الريزهند ولا عايزين تتكلموا فعلا؟ نشيك الراندوم والإلكترولايت، نشيك الأرتيريال بلاد جازز، اوكي راندوم بلاد شوجر، سيروم إلكترولايت. تمام. دكتور أحمد المايك معك. طيب اوكي، احنا هو انا يا دكتوره علياء بصراحه ببقى حابب اسال شويه اسئله كده الاول، هو انا حد بلغني بالكيس سيناريو. اول حاجه ببقى حابب اعرف هو شغال ازاي شيست كومبريشن وفنتليشن، يعني انا شغال افكتيف فعلا ولا لا. فممكن مثلا الشيست كومبريشن ريتس بتاع حضرتك كويس ولا لا، الريت بتاعنا كام، الدبث حلو ريكويل، اخبار الفنتليشن ايه.
اوكي طيب، لو احنا قلنا عشان يعني احنا هنخلي الحاجات دي انت تقولها بالتفصيل، لو قلنا ان كل ده كان adequate اوكي ف we are just highlighting some missing points، وبعد كده انت go in depth بعد كده. اوكي طيب انا لازم افكر في العيان ده بطريقه انه لازم ادور على ريفرسابل كوز. الريفرسابل كوزز دي هي دي الكلو بتاع اي عيان ارستد. لازم الاتش اند تيز اللي احنا دايما بنفكر فيهم، الهايبوجلايسيميا والهايبوكاليميا والالكترولايت ديستربنس بقى المختلفه، معانا كمان الهايبوكسيا، كل الايشوز دي لازم تو بي اكسكلودد وان باي وان. هل حضرتك عملت له راندوم بلاد شوجر؟ أنا نسيت. لا، ما هو ما ينفعش ننسى عشان هو العيان لما حصل له صحيح، كده كنتش كان بيتشنج عشان كده. هو كان بيتشنج اصلا. أنا نسيت أقول لك، أنا ركزت في المهم بس. لا شو احنا Exactly يا لو دكتور أحمد، شكرا. زي ما أنت قلت كده، إحنا يا جماعة ما ننساش، احنا طبعا ده مش الشرح، احنا بنجس بنهايلايت الحاجات اللي تو بي مسد، وبعد كده دكتور احمد يعني ايه هيقول بالتفصيل. بس هنا احنا عايزين نفتكر ان ما ينفعش ننسى حاجه اسمها ريفرسيبل كوزز اوف كارديك اريست، اللي هم الاتشز اند تي، اللي هم منهم واحده وهي الهايبو جلايسيميا واذر هايبو زي هايبوكاليميا وحاجات شبه كده. فبليز بليز بليز ما ننساش الريفرسيبل كوزز اوف كارديك اريست، احنا هنجو ان دبس بعد كده. next case scenario، ده بقى انا سبت الاستقبال، حسيت ان انا مش قد الاستقبال وطلعت العناية ليفل تاني. الحالة دي في PQ setting، كان معايا patient والله يا دكتور احمد هو داون سيندروم، دي معلومة اكيدة يعني، وهو ايفي كانال، وكان جاي ب congestive heart failure، ودخل العناية وكان على لازكس على هاي دوز وميكانيكالي فنتليتد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اتحسن and then extubated. بعد كده يعني واحنا بقى ايه بطلب له الرن وكده، عملت اي بي جي، فلقيت في الاي بي جي كان فيه برضو هايبوكاليميا. طبعا انا ايه ما كذبتش خبر، يعني ايه ما ينفعش يبقى هايبوكاليميا معانا في العناية. عملت له كوركشن ويعني استغليت فرصة وجود سنترال لاين وادينا له كوريكشن عشان ما ينفعش نسيب حاجه شبه كده. بعدها على طول لقيت البيشنت ده suddenly arrested. طبعا بدات سي بي ار وعملنا له هاي كواليتي سي بي ار، يعني ايه عملت له كل حاجه والريفرسيبل كوزز اللي انت لسه قايل عليه. شيك ده على طول، وبصيت على مش عارف الراندوم بلاد شوجر وعملت له البوتاسيوم، ولازم نتشيك الايه راندوم بلاد شوجر والبوتاسيوم، وللامانه لقيت البوتاسيوم عالي، لقيت الراندوم نورمال ولقيت البوتاسيوم عالي، راندوم شوجر وبوتاسيوم عالي. فطبعا ايه انا لازم وقفت كده افكر، هل ابدا اديله صوديوم بايكارب، ادي جلوكوز انسولين، اعمل ايه اعمل ايه؟ قعدت افكر كده حبه حلوين، والعيان عمال بيديتيريوريت عمال بيديتيريوريت، وعمال اشتغل سي بي ار، وللاسف برضه نو ريسك، رغم ان انا بصيت على ريفرسبل كوزز اللي انت قلت لي عليها. يا ريت تشوفوا لكم سكيما كده ايه تسهل على الناس. انا ايه مشكلتي بقى دلوقتي وانا عملت كل حاجه، وما تقوليش الكومبريشن، انا طالما قلت لك عملت كومبريشن، عملته هاي كواليتي سي بي ار والريت والحاجات اللي انت هتقولها انا عملتها مظبوطه. العيان كان اوكي بيتفطر، هو ده اللي زعل بصراحه، يعني ان العيان كان هارت فيا، فانا عملت يعني كل حاجه صح انت ممكن تتخيلها ما عدا حاجه واحده اعتقد. ايه رايك في البيشنت؟ اوكي محتاج مساعدة الجمهور، أصدقاء البرنامج يا دكتور علياء، حد ينجدني. طب انت ممكن تعمل بريفنج، دي بريفنج للحالة دي. اوكي يعني انا احنا كده ده داون سندروم اي في كانال وكان بريزنتد بهارت فيلير، وحضرتك يعني جود جوب، الولد عدى من الاكيوت دي كومباسيت هارت فيلير اللي كان موجود فيه، وايفن حتى اكسبيتد وامورنا كويسه، بس لحسن الحظ ان احنا كان عندنا اي بي جي فيها هايبوكاليميا وصلحنا البوتاسيوم، فالعيان ارست ديورنج الكوركشن بتاع البوتاسيوم، انت فده اتحسن مصلي يعني. والله. مصلي كده، غالبا ده هايبركاليميا ده السبب، بس هي في محتاجين كده، هو الناس كلها ما شاء الله يعني
كله كاتب كالسيوم هايبر كاليميا رابيد كوريكشن، فالناس كلها خلاص عارفه السبب. هي المشكله كلها تمام. العام كوريكشن برضه. ما انا عملت له تحليل وطلع بوتاسيوم عالي، وفكرت في بايكارب وفكرت في انسولين وجلوكوز، انا مش اي كلام برضو، بس لا ما رجعش ليه بقى. ده حقيقي صح. اي اقتراحات يا شباب؟ طيب واحنا كده يعني يا شباب حتى كاتبين المانجمنت بتاعت الهايبر كاليميا، بس قبل ما امانج هايبر كاليميا مهم قوي 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 هايلايت نقطه معينه جدا مهمه. هو انا لما حضرتك اشتغلتي شيست كومبريشن، ديد يو شيك سمعته ريذم؟ صح. مين؟ ديد يو شيك ريذم ولا لا؟ يعني العين ده قصيت على لما البنص، قست كان قصيت على اريتم البنص، بلس، ما قصيت على حصلناش على البنص، المونيتور، ما حطينا على حصلش مونيتور على واحده. البنص والله. كان متوصل على المونيتور، بس انت عارف يعني المونيتورز بتاعتنا مش يعني، كان مفصول الالكترودز، فانا بصيت يعني كان تاكي، فانا قلت يعني في الاول انه شوخ او حصل اي حاجه، فاشتغلت سي بي ار، فبقى بصراحه ما ركزتش قوي يعني، حسيت ان هو فيوجن وكده، فقلت الأولوية للكومبريشن والفنتيليشن والإلكترولايت ومش عارف هو إيه، عملت كله. جود جوب طبعا لموضوع الاولويه للكومبريشن، بس احنا وي هاف تو هايلايت نقطه ان انا لازم اسيك ريزم بتاع العيان، لانه تو ديفرنت سيناريوز مختلفين تماما تماما. في اوبشنز كده ان انا قد يكون العيان ده في شوكه بالريزم، بما ان في بوتاسيوم كوريكشن، فالاريزم الفنتريكولار اريزم ممكن تحصل بسهوله جدا، والعيان تمام. محتاج ساعتها يو ريسيف ديفيكيشن يعني. ريلي يعني اصل انا شفت الويبز، صورت شفت ويبز شبه بتاع الفيتا كده على المونيتور، بس ما صدقش، قلت المونيتور بيخرب. طيب اكزاكتلي كده يا دكتور احمد، احنا هنا محتاجين يا جماعه نخلي بالنا من جزء الريزم، شوكب الريزم ونون شوكب الريزم، خاصة في وجود الكترولايت امبالانس، أو خاصة أي عيان أصلا ريستد، خلي بالنا من حتة الشوكب والنون شوكب الريزم، لأن هتفرق معانا في المانجمنت. أنا مش بقول تفصيل، ده اللي احنا هنعمله بعدين. وطبعا الاي دي لو انت في اي مكان فيه ده طبعا هيساعدك، هيقول لك ان الريزم ده شوكبل او لا، ولكن تذكر ان في حاجه اسمها تشيك الريزم وليس البلس، وان في بقى شوكابول والشوكابون ده، انا حاطط لك الشوكابون ده عشان ايه يعني الناس اللي ايه ما عندهاش فكره قبل كده. اوكي، فدي حاجه من الحاجات اللي احنا هنجو ثرو. ده مش المحاضره، ده كده بس حاجه كده. اورايت، دي تالت كيس برضو في البي اي سي يو سيتنج. انا دكتور احمد جالي بيبي كان عنده سنه، سيبر نمونيا، دخل العنايه وحطيته على ميكانيكال فنتليشن عشان دخل في ريسبيراتوري فيلير، وكان اموره ماشيه كويسه والله يعني، وقعدت اظبط السيتنج والبي اي بي والريت واحسب بقى، وانا اصلا بحب الفنتليشن يعني. مره واحده لقيت له صدمة دي ساتوريتد، وبدا يبقى في هايبوكسيا وبراديكارديا وارستد مره واحده. طبعا اول ما لقيت كده بدانا نعمل تشيست كومبريشن، وصلته على امبو باجينج زي ما اي حد من اللي بيسمعنا دلوقتي هيعمل، والتيوب سمعتها، انا قلت انها اتقلعت او حاجه، لقيتها مسموعه كويسه، بس كان اير انتند مانج كده، كانت داخله رايت تقريبا، عندنا واحد كده دايما بيدكك التيوب في الرايت مين برونكوس، فانا قلت اكيد هو اللي كان في الشيفت قبلي. عملت لها ساكشن، وبعد شويه لقيته هايبوتنسيف، شغلت 4 سايكل من السي بي ار، وديته اي في فلويدز، وهو عمال بيديتيريوريت، انا هايبوتنسيف وما تحسنش على الفلويدز، ف برضه نو ريسك، ومش عارفه انا قصرت في ايه. وشفت الريفيرزابل كوزز وتشكيت الريزم، كان عادي يعني، نعم شكرا، كان الريست اصلا. اوكي طيب، هم الشباب هنا ما شاء الله برضو يعني في كذا حد بيقول في اوبشنز تكون دي رايت سايدد نيمو ثوركس، ممكن يبقى نيمو ثوركس، نيمو ثوركس، في كذا حد التيوب كانت مسموعة رايت، عشان كده كانت مسموعة ناحية واحدة. بالظبط. ما شاء الله الشباب هنا حتى في حد كاتب وانا قلت حد مدكك التيوب يمين، اصل احنا عندنا ده كومن براكتس في العنايه يعني، دايما بنعمل سيلكت التيوب للرايت، انا قلت التيوب دخلت رايت بس مش اكتر يعني. هو في حد برضو كاتب شيست اكس راي، هل استنى شيست اكس راي دكتور علياء لو شايف حاجه شبه كده؟ ممكن بقى على ما نحجز الاشعه ونوقف الاسانسير ويجي وكده وندور على اسطوانه الاكسجين.
وجهاز الأشعة ساعات ما دام عقلك تبقى قافلة المفتاح بتاعه بس وكده يعني. أوكي تمام، عايز احنا تقول كده حاجة؟ طالما عيان بالمنظر ده، طالما حصل اتاك صادن اتاك اوف دي ساتوريشن على الميكانيكال فنتليشن، النمونكس مهم قوي ان انا ابدا افكر فيه، اللي هو دي احد الريفرسبل كوز برضه، اللي هي ديسبيسمنت للتيوب اللي بنسميها دوب، دي او بي اي دي اس، مهمه جدا 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 لاي حد شغال اي سي يو. يبقى احنا يا شباب لازم نخلي بالنا، احنا طبعا ده مش المحاضرة اوكي، انا بس ايه بزهقكم شوية يعني، ان احنا في حاجة شبه كده ما ننساش، ما نركزش بس ان احنا عمالين ندور كومبريشن وهاي كواليتي سي بي ار وبتاع، في حاجة حتت كده ايه نركنها للحمام يعني، في الدوب دي لازم تو بي اكسكلودد في اي بيشنت سادن ديتيريوريشن، لاي بيشنت على ميكانيكال فنتليشن وي ماست تشيك الدوب، ومنها طبعا النيموثوراكس والتنشن النيموثوراكس، وهتدخل عيان هتديله محاليل ايه ما هو اصلا ضايع يعني. alright next case بقى، عشان احنا زهقنا من العناية والاستقبال، طبعا معظمنا ما شاء الله شغال ان اي سي يو، فاول ما يشوف ان اي سي يو سيتنج يحس بالبهجة، وايه دي الحالات اللي انا عارفها بقى. ايوه بقى، ايوه ندخل على الحالات اللي حاجة بقى احنا عارفينها بقى. okay next case. بص يا دكتور احمد، انا كنت شغال بتاع دوت ان اي سي يو، كان معايا عيل كده بريترم 34 اسبوع، واتولد سيفير ساينوسيس ات بيرث، وحطيناه على اكسجين ما تحسنش، وعملت له هايبر اوكسيا تيست، يعني ايه زي ما بيقول الكتاب 10 دقايق على اكسجين 100%، ما لقيتوش اتحسن، فقلت ايه لا ما بدهاش ده، انا كده احسن يكون حاجه من الحاجات اللي هي كريتيكال كونجنيتال هارت ديزيز، وقلت ما ينفعش بقى ان انا احط على الاكسجين عشان اللي يكون عن ضغط الديبندنت حاجه، وانا اقفل له الضغطس كمان، فايه بصراحه يعني ربنا يحميني، فقلت ان نبدا له بروستاجلاندين على طول تمام، وطلبت له ايكو، اتصلت بواحد زميلي صديقي جه بسرعه عمل له ايكو، قال لي صح تفكيرك، وان هو فعلا ضغط الديبندنت pulmonary circulation، وقال شوية أسماء كده ما أعرفش pulmonary atresia على كده، ما ركزتش بصراحة، وقال لي صح اللي أنت عملتيه. بدأت له البروستاجلاندين، لقيت الساتيوريشن بعد ما كان أربعينات صلى على النبي بقى 60 70%، قلت فرحت، زودت البروستاجلاندين عشان إحنا كنا شارينه فلوس ما شاء الله، الساتيوريشن بتاعه 99%، وأنا كنت مصاري زي ده بالظبط، ولكن للأسف 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 ده اللي حصل. مرة واحدة لقيت العيان أبو 90، لقيته مرة واحدة بدأ يبيسات جست إكس راي، لقيت اللنج كونجستد مع إنه قايل إنه بالمونر أتريزيا، يعني معرفش ما كانش فاهم ولا إيه، وهايبوتنسيف وبور برفيوجن، قمت عبيته محاليل بقى أنت عارف، اديته محاليل لقيته بيديتيريت أكتر وضغطه واقع، وعملت له بي جي اسيدوسيس واللاكتيت عالي، انا مش فاهمه عايز محاليل، اديته محاليل اسيدوز بتاع بورك برضك او بوت، هو عايز محاليل وانا عبيته محاليل، ودخلت له انوتروبس حته كده من عندي، مش عارف يعني، حتى الحضانه اللي انا قلت حاسبة ذاتي فيها ومشيت والله سيستماتيكال يعني، ودكتور ديبندنت وبروستاجلاندين وايكو، عملت له كل حاجه يعني، بصفتك بقى شغال في الكارديك اي سي يو، فيدني كده يعني احنا عملنا هنا مصايب بصراحة. مصايب. انت المفروض تشكرني، وقلت يعني انا قلت لك هايبر اوكسيا تيست، ولما لقيته ما تحسنش قلت كريتيك، شايف كريتيكال كونجينيتال هارت اللي انا قلتها دي، ده بتاع حلو جدا. كارديولوجيست يعني، المفروض تشكرني، وبروستاجلاندين وايه طه يس. هو الشباب هنا في كذا حد كاتب بروستاجلاندين كومبليكيشن، ده هارت فيلير، محتاجين بروستاجلاندين بيعمل ابنيه، والله كنت مجهزه له فنتليتور احتياطي جنبه، انا يعني عارفه انه بيعمل ابنيه بس، وتوقعت ابنيه، عارف لو كان جاله ابنيه والله ما كنتش هزعل، بس ايوه ايوه انا لقيت حاجات تانية. انا لقيت حاجات تانية غريبه شويه، لا ومصيبه ان هو انا اديله محاليل الاقي دي سات اكتر، وهو هايبوتنسيف يعني، مش ما فهمتوش يعني، حسيت انه ايوه عايز يقول لي حاجه بس مش لا فاهم، هو فاهم، هو العام فاهم يعني، هو العام فاهم كويس على ما انا مش ما كنتش لازم. فاهمه، مش فاهمه، ما عرفتش اترجم. يس. هو في هنا كذا حد كاتب سايد افكت من البروستين، هارت فيلير، سايد افكت البروستاجلاندين، محتاجين تارجت الاوكسجين ساتوريشن كام، يعني الاجابات برضو حتى الان مش واضحه قوي، بس احنا مش بغرض تشخيص حاليا، هو ده خلاص انا عرفت ان هو ده ديبندنت ليجن. الكونسيدريشن في العينين دول مختلفه شويتين ثلاثه،
العين الكاردك لا، لازم افكر ان دبس بشكل اعمق كتير عن اي عين تاني. العيان ده هو البلمونري سيركيليشن معتمده على الضغط اللي موجوده دي، الفلو بقى تمام. بتاع الضغط دي انا فتحتها له بيختلف. والله، انا ما كانش اه، عندنا. بص ما بقى، احنا عايزين نفتحها تودي اكسجين ساتوريشن، ابقى تارجت بالنسبه لي 75 80%، انا ابقى مبسوط جدا. لكن بس انا لو تارجت سيتوريشن، اه طبعا لو درجت اوكي. سيتوريشن اكتر من كده، معنى كده ان البلد فلو رايح للنج دي كتيره جدا، فاللنج دي هتبقى اوفر فلودد، وده اللي حصل. والباين في الاكس راي عند حضرتك ان الاكس راي دي كانت كونجستد، طب امال كان هايبو برفيوجن ليه انا اديته محلي؟ عشان هو الدم قدامه سكتين دلوقتي، يا هيروح ترو اه الضغط للبلمري سيركيليشن الفاسكولار سيستم بتاعتها قليله، او اللي حضرتك هيهرب بقى من السيستميك سيركيليشن، فبالتالي هيبقى هايبو برفيوزد وعنده لاكتيت عالي والفوليوم بتاعه قليل وكبير الفيل تايم بتاعه I ديليمتد. get it. تقصد ان هو سك، هو دم واحد فكله راح للبلمونري على حساب السيستميك، صح كده؟ بالظبط كده. بتود بي بقى مور وايز ان انا ما افرحش بالاكسجين ساتوريشن 99% ده، لا انزل بالبروستين و اه هدي فلويد، بس هدي فلويد طبعا فيري كوشس بما ان ده عين كارديك. اي وود بريفير ان انا مدي ادي 5 من 10 سي سي بير كي جي واوفر لونج تايم واسس الفلويد ريسبونسيف ساعتها، بس طبعا التارجت بروستاجلاندين. الاساسي هو البروستاجلاندين ان انا انزل بالدوز بتاعته. اورايت خلاص. بص انا ايه، انا حتى اخر حاله قالوا لي انها سي سي يو، وقمت سائله اول لسه بيقول لي ترايكاسبيد اتريجيا وعمل ام بي تي شنط، فلا ما تكملش ما تكملش، انا مش بتاعت الحاجات دي. كلمت دكتور احمد قال لي حوليها دكتوره، فانا عملت كده. مش عارفه هو قال لي ليه حوليها دكتوره، واتس يور راشينال يعني، قال لي ما تلعبيش فيها. فمختلفة يعني، انت هتقول لي بعدين ولا ايه؟ اه لا ولا بلاش تتنطط عايش؟ انا غلبانة في الجي اي خالص. سي مش المرة اللي فاتت. طيب خلاص كده دكتور احمد، انا فنجد وسيبك دلوقتي تقول للناس. طبعا دي انا حطيتها ان انا عشان اقول ان الحالات اللي شبه اللي لسه قايلها ترايكوسبيد اتريزيا وعامله شنط وعامله حوارات، ان دي ليها هيموداينامك مختلفه وانها عايزه سي سي يو. مفيش مشكله طبعا ان احنا نفهم يعني ايه الاختلاف وكده في هيموداينامك ان شاء الله. يعني دكتور احمد لو في عمر يعني في اخر المحاضره، اعتقد ان هو هيقول حاجه من الحته دي. ولكن انا بس الحته دي انا قصدت بيها طبعا يا جماعه، ده مش تريقه على حد ولا اي حاجه، بالعكس انا بقول ان دي يعني مختلفه شويه عن شغل الجنر، وهيبقى ليها بعض الكونسيدريشن. وان شاء الله برضو دكتور احمد يبقى يقولها، وهريحكم مني انا بقى. وممكن تشير يور سكرين يا دكتور احمد، اوكي هقفل المايك. اوكي هاتشير السكرين. أتمنى إن الصورة بس تبقى واضحة الأول، أكونفيرم من الناس بعد إذنكم. تمام يا دكتور أحمد. تمام، أوكي. طيب، هو أولاً كده إزيكم جميعاً؟ يمكن كلنا هنقابل وبنقابل وقابلنا حالات كارديك أريست، وكلنا عارفين إن المانجمنت بتاع الحالات دي مش بس لايف سيفنج، والمانجمنت بيفرق جدا. الوقت الصغير اللي انا هتاخر فيه في الريسبونس او في الاكشن بتاعي هيفرق جدا في الاوتكم بتاع العينين دول. في كل الكيس سيناريوز اللي شفناها في الكارديك اريست، لو رجعت بيك الزمن والذاكره هتلاقي دايما الامور ما كانتش ماشيه كويس. الناس كلها بتبقى ستريسد ان اورجنايزد ايفن حتى ايموشنال. فمهم كل واحد يبقى عارف ازاي امانج الكيس، ومش بس كانتنسيف كير سبيشالست، لا انا ممكن ابقى في الاي ار، ممكن ابقى في الجنرال بيدياتريك اوت بيشنت كلينيك، وات ايفر مكاني فين. لازم ابقى عارف اتحرك بالعين ده ازاي. طيب، انا هايلايت كذا نقطه كده مبدئيا. اول حاجه انه الاسئله انا عايز اجاوبها انه ليه العيانين بالذات الكاردياك بيشنت دول هاي ريسك بوبيوليشن. هنتكلم بعد كده ونجاب سؤال ليه العيانين بتوعنا دول يعتبروا فيري هاي ريسك. الجايد لاينز بتاعت السي بي ار اكوردنج يعني امريكان هارت اسوسيشن جايد لاينز
ازاي اشتغل سي بي ار، واعرف منين ان انا شغال سي بي ار كويس قوي، وهل في حاجه تقول لي ان انا شغال سي بي ار كويس وابدا احكم بيها على الميتريكس اللي انا شغال بيها ولا لا. هايلايت نقطه الريفرسابل كوزز للكارديك اريست، ثم هنتكلم على الميديكيشن اللي ينفع اعديها في الكارديك اريست، ويعني ايه دي ديفيبريليشن. ثم ممكن نجو ثرو ان ديبث كده في الحته بتاعه الكارديك بيشن كونسيدريشن، لو انا عندي عيان سنجل فنتريك، عيان عنده ام بي دي شنط، عيان عامل جلين سيركيوليشن. ثم اخيرا يعني نتكلم على البوست كارديك اريست كير، لانه وانس العيان ريتيرن اوف سبونتينيس سيركيوليشن او ريسك، دي مش نهايه الحدوته، لا في بوست كارديك اريست كير، دي برضو احد مسؤولياتي. الحاجه الاخيره هو الديبريفنج والمونيتورنج اللي هنجو ثرو ان شاء الله سريعا. يعني اول حاجه الكاردياك اريست في البوبوليشن بتاعت الاطفال، لا هو مش حاجه كومن، هو حاجه رير. وان كان الكاردياك اريست ممكن نقسمه نوعين كده، عندنا اوت اوف هوسبيتال كاردياك اريست وان هوسبيتال كاردياك اريست. الان هوسبيتال كاردياك اريست تقريبا 4 مرات اكتر من الاوت اوف هوسبيتال كاردياك اريست، لكن السرفايفر ريت من الان هوسبيتال كاردياك اريست الحمد لله ان هو احسن كتير، طبعا بروفايد ان شغال كويس. طيب اخر الداتا يمكن منشوره في البيتري كارديك كريتيكال كير كونسنسم، المفروض انه تقريبا العيانين الكارديك بالذات في الكارديك انتنسيف كير، او انا عندي حتى جنرال اي سي يو فيها حالات كارديك، فالعيان ده 10 تايمز عنده ريسك انه يحصل له كارديك اريست راذر ذان الاذر كارديك الاذر بوبيوليشن في الاي سي يو. فيبقى عيان اللي هو الكارديك ده، لا ده عنده ريسك ان هو يديفولوب كارديك اريست 10 مرات ازيد من العيانين التانيين. طيب احنا هنا دي كانت تقسيمه كده للعيانين اللي اول مره بريزنتد بكارديك اريست، مش عايز اعرف تفاصيل فيها خالص، انا بس عايز هايلايت نقطه مهمه جدا، انه في اطفال كتير يمكن النص الناحيه دي اللي احنا شايفين ده عيان جاي ما كانش عنده ستراكشر هارت انوملي وما كانش متشخص قبل كده اي حاجه، هو ده بسم الله الرحمن الرحيم جاي سلام عليكم في الاستقبال، ده اصلا اريستد. عندي سيكونس كبير بروسبكترم وكبير قوي للعيانين، في عيانين منهم مش شرط يكونوا متشخصين، اول برزنتيشن كانت كارديك اريست. ان كان في وان تيك هوم مسج، ان انت اول ما تقابل عيان هتعمل حاجه واحده بس، هي هتكون هاي كواليتي سي بي ار، والهاي كواليتي سي بي ار اللي بتكلم عليه له شويه كاركترستيك هنقولها بالتفصيل. وان كان اهم حاجه في الهاي كواليتي سي بي ار هي الشيست كومبريشن، من عشان الشيست كومبريشن بقى اهم نقطه، يعني السيكونس بتاع البيزك في الامريكان هارت اسوسيشن ايفن حابب في البيزك ادفانس لايف سبورت والادفانس لايف سبورت، التشنجز اللي حصلت من 2010 للسيكونس بتاع اير واي بريذنج سيركيوليشن اتقلب بقى سيركيوليشن اير واي بريذنج لاهميه السيركيوليشن والشيست كومبريشن في ريسسيتيشن. التارجت بتاعنا ايه؟ التارجت بتاعنا ان انا اعمل شيست كومبريشن كونتينيوس افكتيف بدون اي بوزس عشان ما اخسرش اي دقيقه للبرفيوجن بتاع السيستم بتاعتي. التارجت بتاعي عشان اتارجت حاجه اسمها سي سي اف، ايه السي سي اف؟ اللي هو شيست كومبريشن فراكشن. شيست كومبريشن فراكشن بنحسبه ازاي؟ لو انا شغال كول مثلا 5 دقائق شيست كومبريشن 5 دقائق اللي عين ارست فيهم دقائق دول، المفروض اتليست 80% من ال5 دقائق دول انا شغال شيست كومبريشن، ما ينفعش يبقى اقل من 80%. ليه مهم قوي السي سي اف او الشيست كومبريشن فراكشن؟ ليه ممنوع اعمل بوزز؟ ليه ينفع اوقف؟ ما ينفعش اوقف خالص في الشيست كومبريشن؟ قالوا ببساطه لانه ال 10% انكريز للسي سي اف هيزود السرفايفر ريت تقريبا 11%، ده يعتبر اوت كم مرعب. يعني احنا لو انا عملت جود كواليتي شيست كومبريشن ويز نو بوزز وعليت السي سي اف بتاعي، فالسرفايفر ريت هو ده كونتريبيوتنج فاكتور قوي جدا ان العين بتاعي يرجع للنورمال سيركيليشن بعد كده. طيب ايه بقى الكواليتي بتاع الشيست كومبريشن اللي اقدر اقول عليها دي شيست كومبريشن كويسه؟ دي ريكومنديشن بتاعت الامريكان هارت اسوسيشن، انه اول حاجه الشيست كومبريشن لازم يكون بريت معين، ايه الريت ده؟ من 100 ل 120، ده في كل البيتريك ايج جروب، يبقى انا مش هشتغل شيست كومبريشن غير بالريت بتاع 100 ل 120. الحاجه الثانيه مش بس ريت، انا بتكلم كمان على ديبث، الديبث بتاع الشيست كومبريشن لازم يكون تلت الانتروبيستيرو دامتر بتاعت مين؟ بتاعت الطفل بتاعي. وانا بعمل كومبريشن وبعمل ديبث كويس لازم اعمل فول شيست ريكويل، لازم اسحب ايدي لفوق لحد ما تعمل فول شيست ريكويل، واقلل زي ما اتفقنا كل البوزز اللي ممكن تحصل في العينين دول.
طيب هي البوزز دي بتحصل اصلا يعني امتى؟ البوزز بتحصل في اوقات كتير، ممكن وانا بدي ميديكيشن وحد قال لي لا والله احنا محتاجين نركب انتراكيال تيوب، في حد قال لي لا والله احنا ممكن عايزين نبص على البلس نظبط الليدز، طب تعالى كده يا دكتور احمد نبص على ندي ميديكيشن، نركب كانولا يا دكتور احمد استنى كده نركب كانولا نوقف شيست كومبريشن، كل ده المفروض ما يحصلش في العيان الارستد، ما ينفعش باي سبب من كان اوقف مين الشيست كومبريشن. طيب ازاي اقلل الشيست كومبريشن او اقلل المينمايز البوزز اللي بتحصل في الشيست كومبريشن؟ حاطين كده شويه ريكومنديشن واضحه وصريحه. اول حاجه قال لك عليها هي هوفر. يعني ايه هوفر؟ وانا شغال شيست كومبريشن محتاج حضرتك وانت شغال شيست كومبريشن، المفروض انا شغال شيست كومبريشن وليكن ليتر اون هنقول مثلا بريد 30 ل 2، ال 30 ل 2 اللي شغال بيهم دول المفروض وانا بعد ما اعمل 30 شيست كومبريشن انا برفع ايدي مش من الشيست، انا برفع ايدي يا دوب 5 سم اباف الشيست لحد ما اللي معايا يعمل بريذنج واحد اثنين ثم ارجع اكمل شيست كومبريشن، انا ما حطيتش ايدي جنبي ما بعدتش، انا واقف على العيان اللي عمل بريذنج عمل 2 سيركيليشن بريذنج بعد ال 15 شيست كومبريشن انا عملت اشتغلتهم، انا بس رفعت ايدي لحد ما ادى 2 بريثز ورجعت تاني اكمل شيست كومبريشن. وظيفه التيم ليدر كمان انه 15 ثانيه كده قبل تشيكنج الريتم، احنا بنشيك الريتم في الكارديك اريست في السيتويشن تقريبا كل دقيقتين، قبل مرور الدقيقتين يعني في خلال الدقيقه 45 ثانيه بخلي حد او انا كتيم ليدر اشيك البلس عشان احس البلس بتاع الشيست كومبريشن، فانا كده عرفت مكان البلس فين بالظبط، خلاص انا حاطط ايدي مثبت مكان البلس، هنعرف بعد كده بنشوف البلس فين، مثبت ايدي مكان البلس خلاص انا كده اي هاف بلس كويس محسوس مع الشيست كومبريشن، معنى كده الشيست كومبريشن ماشي كويس. في الوقت ده كمان بعمل تشارج للديفيبريليتور عشان اعمل حسابي والله العيان ده ممكن يرد، لما يرد هيرد على شوكا بوريزم اديله الشوكا بوريزم على طول بتاعه. تاني حاجة بستعملها حاجة اسمها المترونوم. ايه المترونوم؟ المترونوم ده عبارة عن ديفايس كده، او يعني هو ده صورة الموبايل بتاعنا والله، يعني ده المترونوم ده عبارة عن ابلكيشن سهل جدا بنستعمله، ممكن نشغله كده بريت 110 120 او 100، بيدي صوت، انا عايز اشغله لكم. طب هو بيدي صوت برتم معين عشان يخلي الريت بتاع الكومبريشن ماشي برتم معين، هو برتم 110 او برتم 120. ده سهل جدا يتظبط على مين؟ على موبايل ابلكيشن كده، يعني ايفن حتى كل الحاجات الموجوده كلها فري، عشان يخلي اللي شغال سيست كومبريشن خلاص ودنك مع مين؟ ودنك مع التيك تيك 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 دي، انت كل ما تك كل تكه بتنزل سيست كومبريشن فور ريكويل، سيست كومبريشن فور ريكويل. الكومبريسور سويتشز بتحصل برضه بتتاخر، اصل اللي داخل شيست كومبريشن واقف بعيد عن رجل عيان، لا اللي واقف شيست كومبريشن السكند كومبريسور هو قبل ما يجي هو واقف في ظهر اللي شغال كومبريشن دلوقتي، ده طلع اول ما وقف انا بعمل بقول بالظبط كده، ده السيكونس اللي بيحصل تيبيكال، يعني انا بقول ستوب كومبريشن سويتش تشيك بالز، الثلاثه في نفس ذات الوقت، الثلاثه في نفس ذات الوقت انا وفرت تقريبا حوالي في خلال 5 ثواني ل7 ثواني بيكون اللي شغال شيست كومبريشن هيدخل مكان مين؟ مكان الكمبريسور اللي وراه، التاني طبعا جاهز واقف ورا الكمبريسور الاولاني. وهم بيسويتش العين دلوقتي، انا عيني مش على اللي بيعمل كومبريشن ولا عيني على اللي بيبدله، انا عيني على المونيتور. عيني على المونيتور ليه؟ عشان اعمل انالايزنج للريزم في الوقت ده. انا بحاول بكل الطرق دي امينيمايز البوزز اللي ممكن تحصل ديورنج السي بي ار او ديورنج الشيست كومبريشن. مش محتاجين خالص خالص اي حد كاردياك اريست ان نركب له انبوبه. الكونسبت ده للاسف خاطئ تماما، يعني انا لو عندي مشكله في الفنتليشن، لكن انا لو شايف فنتليشن بتاعنا بقى بعمل امبو باجنج وشايف شيست رايز كويس ومفيش ريزيستنس قدامي، ويعني يعني ات مين ناثينج ان انا احط انتراكيال تيوب في العين ده بصراحه. طيب عشان الاهميه بتاعت النقطه بتاعت الشيست كومبريشن عملوا رول جديد سموه سي بي ار كوتش، ده مختلف تماما على مين؟ عن الدكتور الفيزيشن اللي ماسك التيم ليدر، ده نيو رول كده في الريسستيشن تيم، مسؤول فقط عن انه يهندل السي بي ار كواليتي، ماسك الفيدباك ديفايس مع المترونوم، يا باشا انت شغال مظبوط الريت بتاعك قليل زود الريت بتاع حضرتك، مين اللي شغال شيست كومبريشن دلوقتي؟ مستر محمد. طيب مستر محمد هو اللي هيسويتش، يبقى ده واحد شغال بيبص على
بيبص على مين؟ بيبص على الكمبريسورز، بيبص على السويتشز، بيبص على الديفبريليشن، ايفن حتى لو احتاجنا تيوبا هو اللي بيركبها. وانا كفيزيشن دوري حاجه تانيه خالص خالص. انا بمنتين هاي كواليتي سي بي ار، بس انا دوري في الريسستيشن مختلف تماما عن مجرد هاي كواليتي سي بي ار. طيب نيجي للفنتليشن بعد كده. الفنتليشن مهم ابقى عارف وانا شغال لوحدي في الاول ولا شغال مع حد، لاني انا لو شغال لوحدي فانا هشتغل الاول. انا خلاص وانس قابلت عيان كارديك اريست لقيته ريسبونسيف، تشيكد البالس في 5 ثواني لقيته ريسبونسيف، فانا هبتدي شيست كومبريشن. طبعا انا صوتت بقى زي ما الدكتوره كانت بتقول من شويه، صوتت ولميت الدنيا وضربت كود بلو لو حد عنده كود بلو، او ناديت الار ار تي اللي هو الرابيد ريسبونس تيم. فالسيناريو دلوقتي خلاص الدنيا اتقلبت والناس كلها جايه لي. طول ما انا شغال لوحدي انا شغال بريت 30 ل 2، اول ما حد لحظة، يجي لي. سوري دكتور أحمد، بس أنا الحمد لله إن البري تيست يا جماعة هيبقى فيه بوست تيست باي ذا سيم كويشن، هيبقى فيها وقتها إجابات ودرجة هتطلع لك يعني، فممكن ركز عادي في المحاضرة بحيث إن حتى الأسئلة تبقى أنت ركزت عليها، يعني هتلاقي الإجابات طول ما إحنا ماشيين وهيبقى فيه بوست تيست يعني إن شاء الله. سوري والله على الإنتروكشن. لا لا خالص. فالفنتليشن مهم ابقى عارف ان طالما انا شغال لوحدي هشتغل 30 ل 2. انا 30 ل 2 انا اديت البريوريتي دلوقتي لمين؟ للشيست كومبريشن بما انه اهم حاجه. ثم لو جالي حد بعد كده بشتغل 15 ل 2. طبعا مجرد بس انا شايف شيست رايز كويس بالامبو باجنج ده كفايه جدا. انا طبيعي وانا باخد نفسي يا جماعه، انا الشيست مش عمال طالع نازل، انا وانا باخد نفسي عادي الشيست فيه مينيمال شيست رايز. ولو عندي اندوتراكيال تيوب امبليس اوريدي باخد برضو على الامبو باج وبدي بريث كل 3 ثواني. الريتس بقى اللي احنا بنشوفها اللي هي ماسك الامبو باج بهايبر فنتليت عين، ده برضو حاجه تعتبر ايه، خاطئه يعني. احنا بالنسبه لنا كل 3 ثواني اللي هو 1001 1002 1003 بدي بريث، 1001 1002 1003 بدي بريث. طالما عندي ادفانسد اير واي، ما عنديش ادفانسد اير واي بدي امبو باجنج بالماسك، خلاص يبقى انا شغال 15 ل 2 لو انا معايا حد تاني. اتمنى تكون النقط دي مهمه قوي قوي في الفنتليشن بصراحه. طيب واحنا شغالين، الهرجله اللي بتحصل ويمكن بتلاقي مليون حد بيتكلم ومليون حد بيقول اوردرز وبتبقى الامور مش واضحه، هو ده بصراحه مش صح. من اهم الافكتيف تيم داينامكس تبقى عشان تو مينتين هاي كواليتي سي بي ار هي التيم داينامكس. التيم داينامكس عشان تمشي كويس محتاج كل واحد يبقى عارف الرول بتاعه ايه. النهارده احمد النحاس هو التيم ليدر، خلاص يبقى احمد النحاس تيم ليدر، او هو الانكول بتاعنا فهو ده التيم ليدر بتاعنا. احنا عارفين عندنا خلاص دكتور ابراهيم معانا، هو ده الشيست كومبريسور، فيست كومبريسور. عندنا بعد كده مين اللي ماسك الاي في لاينز، اللي ماسك العيان الاون ديوتي بتاع الحاله هو اللي ماسك الاي في لاين. عندنا بعد كده التشارج نيرس او الحد التاني موجود ده ماسك الديفايبريليتور. عندنا بعد كده في حد ماسك الدوكيومنتيشن وات ايفر. انا بقسم الرولز على حسب ما انا شايفها وكل واحد بالكابابيلتي بتاعته. يعني مفيش حد مثلا انا هقول همسك واحد ايرواي او همسك واحد سي بي ار كوتش هو ما عارفش يعني ايه سي بي ار بتشتغل ازاي. ما ينفعش، لازم ابقى عارف كل الليميتيشن بتاعت كل واحد وهايلايت الدور بتاعه. خلاص دور حضرتك كذا. طيب الكونستراكتيف انترفينشن، لو انا لقيت حد بيعمل حاجه غلط، النحاس قال لي النهارده هيدي الادرينالين يا باشا على 0.1 مللي جرام بير كي جي، وزن العيان 10 كيلو، اديته كام؟ 1 مللي جرام ادرينالين. اللي ماسك الاي في لاين يا دكتور نحاس الجرعه دي غلط وسكت، هو ده مش صح. كونستراكتيف انترفينشن يعني يا دكتور نحاس هو الدوز بتاعت الادرينالين 0.1 0.01 مللي جرام بير كي جي ادرينالين، حضرتك عايز ادي بوينت على كده ادي 0.1 مللي جرام بالنسبه لوزنه اللي هو 10 كيلو، صح كده؟ تمام، دي اسمه كونستراكتيف انترفينشن. انا بصلح للي قال لي معلومه غلط. طب احنا بنتكلم بعض في ايه؟ مش بنتكلم بعض نجيب اهل العيان ولا نكلم بعض حد يا جماعه نطلع الناس بره. الكلام في الارست بيختصر على حاجتين بس، نوليدج شيرنج ان انا ببدا افكر في العيان بتاعي، العيان ده انا شايف ان هو ممكن يكون هايبوكاليميك، العيان ده ممكن اشوفه ده هايبوجلايسيميك، العيان ده ممكن يكون هايبوكسيك، ابدا انوليدج شير مع التيم اللي شغال معايا. ويمكن كمان الدور المهم اللي لازم نهايلايت له ليتر اون ان شاء الله في البراكتس بتاعنا، الركاب. يعني انا في نص الارست كده خلاص يا جماعه احنا مش عارفين، في الناس كلها ساكته ومش عارفين ناخد اكشن. اللي ماسك الدوكيومنتيشن ممكن سمرايز كده الكيس سيناريو اللي احنا ماشيين فيه، احنا وصلنا لفين؟ خلاص مستر ابراهيم هيقول احنا اشتغلنا 5 سايكل سي بي ار يا دكتور احمد، وبعدين الخمسه سايكل دول ادينا 2 دوز ادرينالين ديورنج، عملنا اي بي جي كان فيها هايبر كاليميا صلحناها، ادينا كالسيوم، ادينا وليكن عملنا ركبنا انتراكيال تيوب. ابدا انا اريفايز ايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش بحيث ان احنا نهايلايت النقط المزد، بحيث انه اي حد عنده ريكومنديشن يا جماعه يقول
بلاقي افكار طالعه من التيم بتاعي. لا والله احنا يا دكتور احنا نسينا نسحب راندوم بلاد شوجر العيان، ازاي نسينا؟ نروح نسحب بلاد شوجر العيان ساعتها. ازاي نكومينيكيت؟ حاجه اسمها كلوز لوب كوميونيكيشن. انا بدي اوردر لفلان بقول عايزين نسحب راندوم بلاد شوجر، مفيش حاجه اسمها كده. انا بلازم فوكس على شخص معين، مستر ابراهيم حضرتك هتسحب لي راندوم بلاد شوجر، ولما يسحب راندوم بلاد شوجر الدكتور احمد هيرد عليا راندوم بلاد شوجر تيكن، السامبل بتاعتنا السكر 53، مستر ابراهيم عايزين ندي اي في فلويد مثلا 10 مللي كذا كذا. فانا الكلوز لوب كوميونيكيشن انا بكلم واحد معين هو بيرد عليا يكونفيرم ان المعلومه وصلت له. لكن لو انا قلت عايزين نسحب اي بي جي هتلاقي خمس سته كل اللي واقفين حواليا كلهم خمس سته دول كلهم مشيوا وكلهم رايحين يسحبوا اي بي جي. ده تبقى الامور كده مش واضحه. طبعا لازم يبقى في ميوتشال ريسبكت بيننا وبين الافراد اللي شغاله معانا سواء دكاتره او تمريض او ايفن حتى اسيستنتس، كل الناس لازم تتعامل بمنتهى الاحترام والذوق يعني. طيب هو انا اتكلمت كده على الهاي كواليتي سي بي ار ومواصفاته وشكله يبقى عامل ازاي. تعالى نتكلم على كيس سيناريوز بقى اللي بتحصل قدامنا في الرعايه اون ديلي بيس. دلوقتي انا عيان لقيته ريسبونسيف اوتوماتيك، انا متعود اول حاجه اعملها هشيك الباص. هشيك الباص عن طريق حاجتين. العيان بتاعي لو كان انفنت، لو كان انفنت يعني عمره سنه او اقل، لازم اتشيك البلس عن طريق البريكيال بلسيشن، وده المكان اللي المفروض اشيك فيه بلسيشن بتاعه اي انفنت. بريكيال بلسيشن يعني عند دراعه كده اهو الميديال اسبكت بتاع دراعه، بحط صابعين واضغط عشان احس البريكيال بلسيشن. لو ما حسيتوش طبعا انا ما بحكمش انا حسيته، انا بحط ايدي وبقول يا جماعه انا ما حسيتش البلس في خلال ثانيه ثانيتين، لا طبعا ده اتليست خمس ثواني باخد بيها الحكم ده، يعني بقى 1001 1002 1003 1004 1005 انا كده ما حسيتش بلس. There is no pulse. Call for help. Activate the code. اصوت والم الناس ثم ابدا اشتغل chest compression. موجود لوحدي اشتغل لوحدي، موجود حد تاني فانا هستنى ابدا اشتغل مع التاني ده chest compression اللي هو 15 ل 2 زي ما اتفقنا. بالنسبه للاطفال الاكبر شويه او الشيلدرنز بشكل البلسيشن في مين؟ في الكاروتيد. الكاروتيد مجرد ما احط الميد لاين بتاعي الاقي التراكيه جنب التراكيه بالظبط، اضغط عليها جنب التراكيه هحس الكاروتيد بالزيشن. يمكن حتى كل واحد لو حط ايده جنب التراكيه يحس الايه الكاروتيد بالزيشن بتاعه. فالتشيكنج البلس مهم. طالما شكت البلس كول فور هيلب ابدا اشتغل شيست كومبريشن. وانا شغال شيست كومبريشن الناس خلاص هتتلم عليا، اللي صوتت عليه انا لسه مصوت من شويه فالناس كلها هتيجي وهم شغالين بقى حد جاي دلوقتي عشان يوصل المونيتور. بما ان احنا قلنا لا يا جماعه احنا لازم نشوف الريزم عشان ده هيحدد انا في انهي لم، هو العيان بتاعي عنده شوكابل ريزم ولا نون شوكابل ريزم. لما وصلت المونيتور وانا بوصل المونيتور بوقف شيست كومبريشن، لا يا دكتور احمد اياك 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 توقف شيست كومبريشن غير في الشديد القوي زي ما بنقول. الاتاتشمنت للمونيتور بيتم عادي خالص ما شغالش شيست كومبريشن، مفيش اي مشكله. وانس اتاتش المونيتور بوقف شيست كومبريشن لمده 5 ثواني او 10 ثواني اشيك فيها البلس، اشيك فيها الريزم، اشيك فيها الريزم. ليه مهم قوي؟ لان انا التو سيناريوز اللي قدامي دلوقتي هيفرقوا جدا في المانجمنت بتاعي. يبقى انا العين ارستد خلاص، بدات شست كومبريشن، وصلت المونيتور وانا لسه شغال. طالما المونيتور وصلت واتلزقت ما وقفت الشست كومبريشن، انا كتيم ليدر اللي شغال شست كومبريشن ستوب شست كومبريشن تو شيك ذا ريذم. وقفت عشان اشيك الريذم. هشوف دلوقتي اربع صور مالهمش خامس. السيناريوز الاولانيه ده نون شوكابل ريزم. كلمه نون شوكابل وشوكابل يقصد بيها الشوك بتاع الديفابريليشن، يعني ده محتاج عيان ياخد كهرباء. امتى هدي عيان كهرباء؟ لما يبقى في كهرباء ملخبطه الكهرباء بتاعت القلب. مش منطقي ادي كهرباء والعيان اصلا ما عندوش كهرباء اللي هو الاسيستول. يبقى ده نون شوكابل ريزم. اسيستول اول نوع، ده العيان ما فيش الكتريكال اكتيفيتي اصلا في الكاردياك في المايكارديوم، اذا ده عيان نون شوكابل. طيب في عيان تاني شبهه ببص على المونيتور ببص عليه الاقي ماسك كيو ار اس كومبلكسز، ده اي سي جي نورمال تماما، لكن احنا عارفين ان مفيش بالص فبسميه بالصلس الكتريكال اكتيفيتي، يعني الكتريكال اكتيفيتي موجوده بس ساعتها مفيش بالص. هل ده عيان محتاج كهرباء؟ اكيد لا. ليه؟ لان الكهرباء بتاعت القلب اصلا نورمال، الكهرباء بتاعت القلب اصلا نورمال بس مش ريفلكتد على الكونتراكشن. طيب نيجي للنوعين التانيين، في عندي حاجه اسمها فنتريكولار فايبريليشن او فايبريشن، دي يعني رعشه، رعشه اذينيه زي ما نقول كده، رعشه بطينيه سوري. المنظر بتاعه الاي سي جي عباره عن شرشره كده، الفنتريكل عمال يطلع كهرباء في كل اتجاه. ده عيان
خلاص ده شوك، ده شوك ابو الريتم ومحتاج دي سي شوك. العيان التاني ده عيان عنده فنتريكل تاكي كارديا. اه فنتريكل تاكي كارديا شكلها وايد كومبلكس يو ار اس اهي، وانفرتد كده عامله زي الفي شيب اللي بنسميها في تاك، بس لازم الفي تاك دي يكون برضو معاها، مش معاها بلس، لان في في تاك ويز بلس، يبقى لازم العين بتاع الفي تاك اللي قدامي ده لازم يكون برضو معهوش بلس. يبقى انا دلوقتي لما وقفت وشيكت على الريزم بتاعي انا حددت انا في انهي لمب، يا هروح يمين للشوكابل يا هروح شمال للنون شوكابل. هتفرق في ايه؟ هتفرق بعد كده في الاكشن. لو انا شوكابل ريزم خلاص انا كده همشي بالسيكونس بتاع الشوك بتاعي، لازم اول حاجه اعملها شوك، ابدا اشتغل شيست كومبريشن لحد ما الناس تحضر الشوك الديفابريليشن، لان هو العيان مش هيرد غير لما ياخد الشوك بتاعته. طول ما انا شغال شيست كومبريشن شغال لحد ما الناس تشيك، خلاص الجهاز موجود وجاهز، هدي الشوك بتاعتي. وهنقول هدي الشوك ازاي؟ الليمب التاني ده عيان نون شوكابل ريزم، خلاص يبقى انا شغال شيست كومبريشن دقيقتين سي بي ار، ثم ادي ادرينالين سايكل او سايكل لا، سايكل او سايكل لا، ده في النون شوكابل. النون شوكابل السيكونس بتاعه سهل تماما، لكن الشوكابل هو اللي يعتبر مختلف شويه. انا بصراحه يعني انا نحفظها حتى نغنيها نحفظها، هي شوك شوك ادرينالين شوك اميدروم، شوك شوك ادرينالين شوك اميدروم. السيكونس ده يعني ما ينفعش ننساه، لان هو العيان في اول سايكل هياخد شوك، ثاني سايكل هياخد شوك وادرينالين، ثالث سايكل هياخد شوك واميدروم. السيناريو والسيكونس بتاع شوك ابو الريزم من احد الحاجات الميز، ويمكن لو احنا مش بنعمل البراكتس بتاعنا انا ابشيك البلس فيها عشان اشوف الريتم بتاع العيان عامل ازاي، وي مي لوز عينين كتير يعني، بالذات لو كان عين كاردك، لان يمكن الحاجات دي بنشوفها في العينين الكاردك اكتر، او العينين اللي عندهم الكترونال ديستربنس يعني. يبقى انا دلوقتي هايلايتنج كذا نقطه، هايلايتنج النقطه بتاعه الشيست كومبريشن وازاي بحقق سي سي اف عالي اللي هو شيست كومبريشن فراكشن، بقلل البوزس تماما، بشتغل فنتليشن مع الشيست كومبريشن، امتى بحدد انا شوكابل ونون شوكابل ريزم، واقول العيان بتاعي ده شوكابل ولا نون شوكابل. النون شوكابل ريزم اللي هم الاسيستول والبلسس الكتريكال اكتيفيتي، وعندي صورتين تانيين للشوكابل ريزم اللي هم الفي اف والبلسلس في تاك، ده بشتغل في الشوكابل ريزم عن طريق شوك شوك ادرينالين شوك اميدارون، او بشتغل بالاسيستول والبيا اللي هو النون شوكابل ريزم عن طريق ان انا بدي ايه ادرينالين. يبقى دي الورقه دي متعلقه في الاستقبال، متعلقه عندي في الرعايه، متعلقه معايا في الاوت بيشن كلينيك وات ايفر. الورقه دي يعني انا بحس ان هي طالما انا شغال اي سي يو، شغال مع بيدياتريك ايج جروب، مهم تبقى ان مايند وهي صور سهله. الأغنية دي مهمة جدا، لأن فعلا والله بيتنسى الألجوريزم ده، يعني الأغنية بتاعت شوف شوف أدرينا شوف أدرينا اه دي حقيقة مهمة جدا بصراحة، أهو عملتها وانا في حافظها واحدة كده من ساعة ما كنت جونيور والله فعلا، يعني من ساعة ما اشتغلت انا شوك شوك ادرينا شوك امدرو، من ساعتها هي معلقة في دماغي كده. شوف بس يا جماعة أنا كنت لسه بقى أحفظه. تمام. دوري انا بقى كانتنسيفست او كتيم ليدر، ايه ده دوري انا بقى؟ دوري انا دلوقتي انا سايب الناس شغاله، ما شاء الله انا عامل تيم جميل جدا في الاي سي يو عندي، اول ما بدخل الناس كلها عارفه واخده الرولز بتاعتها، اللي شغال شيست كومبريشن عارف هو شغال شيست كومبريشن مرحله، اللي ماسك الميديكيشن وماسك الدوكيومنتيشن واللي وكمان يعني هو انا لما كول فور هيلب دي كانت لسبب، هو كول فور هيلب دي الايفنت يا جماعه هو ده محتاج اصلا عدد، ما فيش حاجه اسمها شيست، ما فيش حاجه اسمها سي بي ار اتنين شغالين قصاد بعض يعني، ده مش في اي حته ولا في اي مكان، وده المفروض ما يبقاش اليوجوال براكتس بتاعنا، لازم يبقى فيه كول، لازم يبقى فيه كود، لازم يبقى فيه كذا حد، ايفن حتى كل الاستاف اللي موجود في الاي سي يو، خلاص طالما فيه كول وكود انا هروح. وظيفه الدكتور ان انا ابدا افكر اعمل رول اوت او اكسكلود الاتشز اند تيز. يمكن دكتوره علياء لسه كانت بتهايلايت ليهم، هنهايلايت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره، لان هو الحاجات دي لو ما اتصلحتش العيان مش هيرجع. الهايبوفوليميا، الهايبوكسيا، وده اشهر سبب للارست في الاطفال، هايبوكسيا، الهيدروجين ايون والاسيدوزس، الهايبوجلايسيميا بيتنسى، هايبوكاليميا وهايبركاليميا، والهايبوثيرميا، كل دي الاتشز. والتيز عندي التنشن نيموثوراكس والتامبونات، سواء كاردياك تامبونات او ايفن حتى بالمونري يعني اللي هو التنشن نيموثوراكس يعني، التوكسنز عندي بقى ترومبوز سواء بالمونري او كورونارس. بالنسبه للميديكيشن اللي ببدا استعملها في الحالات بتاعه الايه، احنا قلنا في الالجوريزم جبنا سيره حاجتين،
الانتي اريزميك ميديكيشن في الشوك، شوك ادرينالين شوك اميدارون، قلنا الاميدارون اهو، وقلنا في السيناريو الثاني في النون شوك ابوريزم الادرينالين. ويعني هو الادرينالين ده الاونلي ريكومندد فازو بريسور في الكارديك اريست، مفيش فازو بريسور ثانيه ريكومندد غير مين؟ غير الادرينالين. والدوز بتاعت الادرينالين ما ينفعش برضه، مش حافظها يعني، في حاجات كده ما ينفعش الدوز بتاعتها تبقى تايهه عن بالي او بفكر فيها او هطلعها من الكتاب، لا يعني دي مش مقبوله بصراحه بالنسبه بالذات في الدوز بتاعت الادرينالين للكارديك اريست. الدوز بتاعت الادرينالين 0.01 مللي جرام بير كي جي لو انا هديله انترا فينس او انترا اوسيوس. ولو طبعا انا ما عنديش لاين دلوقتي هنقول الاوبشنز الثاني ايه، ممكن ادي اندوتراكيال تيوب على 0.1 مللي جرام بير كي جي. امتى بدي ادرينالين؟ بدي ادرينالين في الحالات اللي هي النون شوكابل ريزم. كل قد ايه؟ احنا قلنا كل 2 سايكلز يعني كل 4 دقائق، السايكل 2 مينتس سي بي ار 2 مينتس، السايكل دي ما ادتش يبقى السطر الجاي السايكل الجاي هدي. فانا كده كل 3 ل 5 دقائق بدي مين؟ بدي ادرينالين. ايه الميديكيشنز الثانيه؟ ماشي. قلنا الاميدارون. الاميدارون في بديل له هو الليدوكاين. الليدوكاين يعتبر يعني السيستماتيك ريفيوز في التشوكابو ريزم تقريبا ما فيش ديفرنس تقريبا خالص بين الاميدارون والليدوكاين. لو انت بس هتدي يعني شوف مين اللي متاح عندك في اليونت بتاعتك سواء اميدارون او ليدوكاين، تبقى عارف بس ان اميدارون 5 مللي جرام بير كي جي وممكن اكرره اب تو 3 جرعات في حالات الريفراكتور في اف مثلا، لكن الليدوكاين بيبقى الدوز بتاعته 1 مللي جرام بس وممكن تتكرر مره ثانيه. ميزه الليدوكاين عن الاميدارون انه ممكن يتاخد في الانتراكيال تيوب زيه زي الادرينالين اوكي، لكن الاميدارون ما ينفعش. ففيش فرق بين الاميدارون والليدوكاين في حالات الشوكابول ريزم. طيب الكومن براكتس اللي احنا بنعمله كل يوم عين ارستد صوديوم بايكارب، صوديوم بايكارب هو ده للاسف مش ريكومندد ات اول في اي ليتريتشر من حالات الكاردياك ارست. والحاجه الوحيده المسموحه فيها ادي فيها صوديوم بايكربونيت حالات السيفير بروفاوند ميتابوليك اسيدوزس او العيان اللي عنده هايبر كارميا وهي سبب الارست، ساعتها مسموح لادي بايكارب صوديوم بايكربونيت. ولقوا للاسف ان كل الحالات اللي بتاخد صوديوم بايكربونيت دورينج ريسستيشن هاز ذا ورست اوت كوم، وده طبعا انا يعني اكيد ما نحبوش لاي عيان من عينينا. الدوز بتاعتنا 1 مللي ل 2 مللي ايكويفالنت بير كي جي، وما ينفعش ندي صوديوم بايكربونيت في نفس اللاين اللي بدي فيه كاتيكولامين. انت بقى عندك لاين تاني اتس اوكي، طبعا السيتنج بتاعت الاي سي يو هي اللي ممكن يحصل فيها السيناريو ده، يبقى عندي بريفرال اكسس او عندي سنترال لاين ممكن ادي فيه طالما لاين تاني ادي فيه الايه صوديوم بيكربونات. الكالسيوم جلوكونيت برضه روتين ادمنستريشن للكالسيوم جلوكونيت نوت ريكومندد ات اول، والاولي ريكومنديشن ادي فيها الكالسيوم لو انا هعمل كارديو بروتكشن لو حاله هايبر كاريميا، او ده عيان انا متاكد ان هو هايبو كالسيميك والكالسيوم شانل بلوكر اوفر دوز او ايفن حتى هايبر مغنيزيميا، وانا شاكك ان ممكن تكون التوكسنز دي بالدوز الكبيره دي هي تكون السبب في الكارديك ارست، ساعتها ممكن يبقى مسموح لي ادي كالسيوم جلوكونيت. لكن انا ادي روتين لي وزود اي دوكيومنتيشن لا ده مش مسموح تماما. في عندنا اهم حاجه بس عارفين ان في 2 كالسيوم، كالسيوم جلوكونيت وكالسيوم كلورايد. الكالسيوم كلورايد ما ينفعش يتاخد غير في سنترال لاين تمام، والدوز بتاعه طبعا مختلفه تماما مش ده السكوب بتاعنا يعني. الدوز بتاعت الكالسيوم جلوكونيت 5 من 50 ل 100 مللي جرام بير كي جي. الديفابريليشن، الديفابريليشن ما فيش حاجه اسمها ما بعرفش استعمل دي سي شوك، ما ينفعش. هو انت ما بتعرفش تستعمل دي سي شوك يبقى ما فيش استقبال، ما نقفش في العيان. الدي سي شوك يعني ديفابريليشن، ديفابريليشن ده العيان بتاعي لو انا تشيكد البلس لقيته شوكابو ريزم، لقيته في اف او لقيته بلس في تاك، ساعتها والعيان ده مش هيرد غير لما اشتغل بالدي سي. والدي سي ببساطه بحسب الجرعه، هو فيها تلاقي كده زرار بيزود الجرعات، بحسب 2 جول بير كي جي، وبعدين طالما حسبت 2 هو الواد وزنه 10 كيلو يبقى 2 في 10 ب 20، اظبط الجول بتاعته على 20 اشحن هلاقي فيه زرار مكتوب اسمه تشارج وانا على صدر العيان. ايفري بوديز كلير ام كلير لاست لوك على الريزم شوكابل الريزم، اضغط على التوز الزرارين بتوع الشوك هبدا العيان بتاعي. طبعا اول ما بدي الشوك العيان بيبقى واخد كهرباء ودوز كبيره، فده يعتبر هتلاقي العيان اتنفض كده، وممكن ايفن حتى لو العيان بتاعك ايفن حتى يعني ممكن يكون ارستد وفي سام سورت اوف موفمنت حتى بسيطه، يعني ده وارد جدا ان العيان يعني يبقى، بس مش لازم طبعا اخر اي شوك لاي سبب كان. طيب دي الجرعات الثانيه بتاعت الشوك هي 2 4 6 8 ده دوز تو ديفيبريليت، ده نيمونكس برضو بسيط عشان ابقى حافظ الديفيبريليشن دوز. الدوز الاولانيه هديها على 2، الدوز الثانيه هديها على 4،
الدوز الثالثه على 6، الدوز الرابعه على 8، بابجريد كده مع نفسي يعني، يبقى 2 4 6 8 ده انت دوز تو ديفيبريليت. اوكي طب حد هيجي يقول لي يا دكتور احمد والله احنا يعني بنشوف السيناريوز دي كتير جدا، العيان بتاعي انا في الانتنسيف كير او في الاوت بيشنت كلينيك والله للاسف داخل، طبعا الناس كلها بتحاول تركب لاين مش عارفين نركب لاين. لازم اهايلايت نقطه مهمه هي الانتر اوسيس، الانتر اوسيس لاين لايف سيفنج، بركبه بسرعه جدا، سيف روت ناخد فيه تقريبا كل الميديكيشن وكل البلاد برودكت وكل الفازو بريسورز وكل الفلويد بكل انواعها. الانتر اوسيس لازم يكون في بالك، لازم. مفيش عيان دخل ارستد وشغال عليه وبقالي 4 سايكلز ولا بقالي مثلا 10 دقائق ومش لاقي لاين وعمال لسه بحاول. في حاجه اسمها انتر اوسيس لاين، خلاص لازم هايلايت النقطه دي لكل الناس اللي شغاله معايا. الانتر اوسيس يعني ان كان في اكويبمنت جاهزه للانتر اوسيس، دي جان كده بتبقى مجرد ما بتحط البوزيشن بتاع الانتر اوسيس تحط على البون وبعدين بتعمل تك بس كده تقوم مركبه الانتر اوسيس. الانتر اوسيس فكرته ببساطه ان النيدل نفسها بتدخل في الحته بتاعه المظله، بتعدي الكورتكس بتاعه البون وبعدين بتدخل المظله، والمظله دي مليانه بلاد فيسلز، فبالتالي ام 100% شور انه كل الفلويد هتروح السيركيليشن. طبعا ده مش الكولابسابيلتي بتاعه الاماكن دي يعتبر ضعيفة جدا، فده يعتبر هارد اوبجكت يعني، او احنا داخلين اصلا في بون. فالانتر اوسيس ينفع يتعمل باكويبمنت كتير، في حتى ناس يعني خلاص انا مضطر اعمل بسن بسن سرنج 10. انا بالنسبة لي يعني ما لو ده لايف سيفنج جو اون. طبعا الانتر اوسيس ميزته ان هو لا في حاجة اسمها ستايلت عبارة عن بون، عبارة عن ستيل سبورت عشان تدخل بيه، وبعد كده في كانولا حواليه هي اللي بتبقى موجودة بقى في الحتة بتاعة البون، وخلاص متثبت كويس على البون وممكن يتساب لمدة 24 ساعة. ده منظر انتر اوسيس تاني، ده يمكن موجود عندنا حتى في اليونت. ميزة الانتر اوسيس زي ما قلنا كده ينفع يتاخد فيه كل الميديكيشن، ينفع يتاخد فيه كل النوتروبيك سبورت، ينفع يتاخد فيه بلاد برودكت، ينفع يتاخد فيه، اعتبره سنترال لاين. تمام، في سايتس كتيرة للانفرشن سواء بروكزيمال تيبيا ديستال تيبيا، وان كان يعني البروكزيمال تيبيا 1 سنتيمتر سوري 2 ل 3 سنتيمتر بلو التيبيال تيوبروستي، ده مكان اشهر مكان ممكن نركب فيه الانتر اوسيس. هدخله ازاي؟ انت بتحط رجل العيان على هارد سيرفيس وبعدين بتضغط جامد على الحته بتاعت اللي قلنا عليها البروكزيمال تيبيا، بتضغط كويس، لازم طبعا تشيل ايديك من تحت عشان انت داخل دلوقتي بالتروكر او داخل بسن سرنجه كبيره فممكن تبنتريت الناحيه التانيه، فانت لحد بس ما تسمع الكليك دي مش محتاجين باك فلو عشان اتاكد ان الدم ده ان بليس، مجرد الاقي فيه تنجد بلاد طالع في السرنجه ده بالنسبه لي انديكيتور ان المكان خلاص موجود. والحاجه اللي تقول لي خلاص انا مكاني مظبوط لو انا بدي فلويد ما لقيتش فيه سويلنج، خلاص يبقى انا كده ومتاكدت خلاص ان ده الانتر اوسيس بتاعي ده في مكانه. المهم برضو ان انا بدي ميديكيشن مثلا ادرينالين لازم اعمل فلاش، زي ما قلنا دي يعتبر ما فيش كولابسابيلتي، دي مش بلاد فيسلز، ده خلاص ده بون كافيتي، فانا لازم اعمل فلاش عشان الفلاش ده هو اللي هيوصل الميديكيشن للسيركيليشن ليتر اون بعد الميديكيشن يعني. الكونترا انديكيشن بس نبقى عارفينها يعني ان بريف، بس هي منطقيه بصراحه يعني، لو عيان مثلا المكان اللي هدخل فيه عنده انفكشن اكيد لا، عيان دخلنا قبل كده انتر اوسيس في الناحيه اليمين دي هركب فيها تاني اكيد لا، في بعض البيشنتس يعني عندهم فراجيل بون ديزيز فلا اوستيوجينس امبرفكت بقى والكلام ده، او كراش انجري للليمب خلاص ده برده مش هيبقى ديكوت ان انا دخل فيه ايه انتر اوسيس، فدي كونترا انديكيشن لمين؟ لاي عيانين انتر اوسيس. يبقى انا كده خلاص انا كده سكيورد لاين سواء اي في اكس انتر اوسيس العيان بتاعي، اشتغلت شيست كومبريشن هاي كواليتي شيست كومبريشن وعرفت اشتغل شيست كومبريشن ازاي وفكرت في ريفرسبل كوزز. العيان بتاعي بالسيناريو ده باذن الله انت كده شغال كويس فولفيلنج الكرايتيريا بتاعت الامريكان هارت اسوسيشن وفولفيلنج الكرايتيريا بتاعت الجود كواليتي سي بي ار. العيانين التاني ده لكل العيانين لو انا فكرت فيهم بالسيناريو ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص يبقى العيان بتاعي ان شاء الله باذن الله هيريتين اوف سبونتينس سيركيليشن. انا بقى بس عايز هايلايت سكوب مختلف شويه للعيانين الكاردياك. العيانين الكاردياك بتوعنا يعني الهيمودينامكس فيهم تعتبر شويه مختلفه، هي مختلفه لكذا سبب بصراحه. لو انا مثلا عندي عيان سنجل فينتري، السنجل فينتريكل زي ما قلنا كده مثلا كنا بنهايلايت دلوقتي عيان زي ده عيان عنده بالمونري اتريزيا، فبالتالي كل الدم اللي رايح دلوقتي
من الفنتريكل الشمال اللي هو الليفت فنتريكل طالع على الاورطه. البالمونرز راح لها ايه؟ مش راح لها اي حاجه. طيب عشان اصلح المشكله دي بركب حاجه اسمها شنط، بركب شنط سواء سيرجيكال او انا كانتنسيفست ممكن قبل الاوبريشن اصلا اكون عامل حاطط له بروستاجلاندين زي السيناريو اللي احنا كنا شغالين بيه. البروستاجلاندين هي بتفتح البي دي اي، هو الشنط دي كانها بي دي اي، احنا عاملين له شنط فاحنا عاملين له بي دي اي. اوكي، مشكله بقى العنين دول ايه؟ مشكله العنين دول انه الفلو بتاع البالمونري للسيستميك سيركيليشن بيختلف على حسب انه سيركيليشن الفاسكولار سيستم بتاعتها اعلى. والله لو الفاسكولار سيستم اعلى هتلاقي الفلو في البالمونري اعلى، والله السيستميك فاسكولار سيستم بتاعت العين ده اعلى فساعتها الدم ما يحبش يروح سيستميك يروح بالمونري. المشكله الثانيه انه الشنط دي اللي احنا مركبينها دي ممكن تبقى مقفوله، بلس انه كل الدم اللي جاي للعيان ده داخل في سنجل فنتريكل، فده اصلا عنده فوليوم اوفر لود كبير جدا. فدول عيانين الريسك فيهم شويه بيبقى مختلف، وشويه الكونسيدريشن فيهم بناخدها بمنطلق ايه مختلف شويه عن اي عيان تاني. طيب الاوبشن الاولاني بتاع الشنت اوبستراكشن، لو انا هقول ان في كلينيكال ساين وحيده للشنت اوبستراكشن هي مش الديساتوريشن، يعني كلهم ممكن يحصل لهم ديساتوريشن سواء عنده بالمونر اوفر فلو او عنده بالمونر اوفر فلو، فكده برضه يحصل له ديساتوريشن وهنا برضه يحصل له ديساتوريشن. انما لو طبعا ده محتاج ادفانسد كير وسي سي يو زي ما كنا متفقين، فاحنا في السي سي يو عندنا اوبشن بنحط حاجه اسمها اي تي سي او 2. ايه ده؟ ده عباره عن بروب صغير بيتحط على الاند بتاع التراكيال تيوب عشان اشوف في سي او 2 ولا لا. الطبيعي الدم اللي كان رايح في السيناريو اللي احنا قلنا عليه، الدم رايح البالمونري عن طريق مين؟ عن طريق الشنط دي. الشنط دي لو اتسدت هل الدم هيروح اللي هو فيه ثاني اكسيد الكربون بقى ده دلوقتي؟ لا خالص، فيبقى الاند تراكيال سي او 2 السي او 2 اللي فيها اصلا مش قاري. ده دليل ان الشنط فلو خلاص اوبستراكتد. ولو عملت اي بي جي ساعتها الاقي السي او 2 في الدم ده في السماء. فانا السيناريو ده خلاص انا اتاكدت بالتكنيك الصغير ده. دي بقى كونسيدريشن مختلفه شويه على لو عندي ارستد عشان شنط اوبستراكشن، ما ينفعش اشيل من دماغي موضوع ان انا ما ينفعش انا لازم اديله هيبارين. اللي عنده لو ما خدش هيبارين كانتيجو اجلانت هو خلاص ده الريفرس والكوز بتاعه شنت اوبستراكشن. الحاجات التانيه انه الفازو كونستريكتورز عشان اعلي السيستميك فاسكولار ريزيستان بحيث ان انا بوش الدم من السيستميك سيركيليشن يروح البالمونري سيركيليشن مهم. الكاردياك كاسترايزيشن انا ممكن ادخل بقسطره وبعدين اعمل بيها بنتريشن للترومبس اللي موجوده دي او اشيلها، او ايفن حتى احطه على اكمو لحد ما الجراح تاني يجي يشيل الشنط اللي مقفوله وبعدين نحط شنط تانيه. ده زي ما قلنا مش السكوب بتاع الجنرال بيديتريشن، بس سكوب محتاجين نبقى عارفينه. عين شنط جالي اوبستراكتد مش معنى انه دي ساتوريتد ان انا فرحان انه لا ده الفلو بتاعه كده قليل او عالي، ده ما اقدرش احكم بالساتوريشن خالص. لكن لو كان عنده شنط اوبستراكشن لازم ادي هيبرين عشان اصلح مين؟ اصلح الاوبستراكشن ده. العين التاني اللي هو العين السنجل فينتركل برضه، وليكن مثلا المثال ده، ده عيان عنده دبل اوتلت رايت فينتريكل. الرايت فينتريكل مطلع اورطه ومطلع بالمونري، هنا بالمونري وهنا اورطه. طبعا الدم دلوقتي في الرايت فينتريكل يعني ساعه الكونتراكشن بتاعت السيستولز قدامه سكتين، السكه بتاعت البالمونري برانشز والسكه بتاعت الاورطه. وبما ان البالمونري فاسكولار ريزيستنس بتاعت العيانين كلها بما ان البالمونري بريشر بتاعه قليل، فالدم دايما هيفضل يروح مين؟ يروح البالمونري سيركيليشن. وايه اللي هيبقى متاثر؟ السيستميك سيركيليشن. يبقى الدم دايما هو في السيناريو ده دايما هيحب يروح بالمونري ويهرب من السيستميك سيركيليشن، فبالتالي بيخلي الريسستيشن بتاعنا فيري فيري ديفيكالت. ليه؟ لانه البالمونري فلو دلوقتي معتمد على الشنط اللي موجوده دي، وده بيختلف باختلاف البالمونري فاسكولار ريزيستنس والاورتيك دايستوليك بريشر. والاورتيك دايستوليك بريشر عشان احققه هو انا بالكمبريشن بتاع الشيست كومبريشن بتاعي اللي انا بعمله وانا بحقق سيستوليك بريشر عالي جدا وكويس. اللي انت شايفه عالي ده هو يمثل التلت بس بتاع النورمال بلاد فلو للعيان اللي هو اصلا ما عندوش مشكله في الكارديك اناتومي بتاعه. يعني الجود كواليتي سي بي ار اللي احنا بنقول عليها بالكرايتيريا دي كلها ومشغل مترونوم وعامل ريكويلز كويس وشغال بريد زي الفل، كل الكرايتيريا دي بتديني بس قول لي 1 ثيرد في نورمال بلاد فلو. اه ما بالك بقى عيان اصلا الدم بتاعه مش بس ده بيهرب في البلمونري سيركيليشن، فده عيان مش بس بيهرب بقى في البلمونري سيركيليشن وكمان الدم اللي جاي للسيستميك سيركيليشن هو ده دم عنده اوكسجين ساتوريشن بتاعه قليل،
فدي بتبقى بالنسبه لنا بصراحه عيان سنجل فينتريكل او عيان عنده شنط او عيان دبل اوت وتر فينتريكل او وات ايفر الباثولوجي بتاع العيانين دول، العيانين دول فيري 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 يعني تشالنجينج في الريسستيشن بتاعهم. فهنا بقى المهم ابقى محدد بالنسبه لي انا شغال ازاي. بمعنى ايه؟ هو انا دلوقتي التو سيناريو اللي قدامي، احنا قلنا اول سيناريو ده شنط اوبستراكشن، الشنط اوبستراكشن فالدم مش رايح البلمونري كويس، فانا محتاج احل مشكله ان الدم مش رايح البلمونري كويس. السيناريو الثاني ان ممكن يكون الدم اصلا رايح البلمونري بس راح كتير قوي، زي السيناريو اللي احنا كنا قايلين عليه البروستين كانوا شغالين بدوز كبيره فالدم عمال رايح البلمونري سيركيليشن. الانديكيتورز اللي تقول لي ان الدم، في انديكيتورز بانت قبل ما العيان ارست على فكره. ايه الانديكيتورز دي؟ اول حاجه هبدا الاقي انه العيان ده عنده فيدنج انتولرنس، دي اول حاجه ممكن تبان عشان انتصان هايبو برفيوجن، ما الدم يا عيني قدامه السكتين هو مختار السكه السهله بتاعت البلمونري، فرايح اللنج، اللنج وانا فرحان بالساتوريشن العاليه المفروض ما افرحش، هلاقي العيان اليورين انبوب بتاعه بدا يقل، هلاقي اللاكتيت بدا يعلى، الكباري فيل تايم والبرفيوجن بتاعه افكتد، هيحصل اس تي سيجمنت ديبريشن على الاي سي جي او الساينز بتاعت البور كاردياك او الاسكيميا بتاعت الميكارديوم هتبدا تبان في صوره اس تي سيجمنت تشينجز. كل دي بتبقى انديكيتورز قبل ما العيان يدخل في البري اريست ستيج بتاعته. طبعا احنا في السيناريوز دي كل الفكره ازاي اعمل مانيبيوليشن للسيستميك فاسكولار ريزيستنت، اقلل السيستميك فاسكولار ريزيستنت او اعليها او ابدا العب في البلمر فاسكولار ريزيستنت. السكوب بنعمل كده ازاي؟ ده طبعا بيبقى في الايه، في السي سي يو. يعني الكونسيدريشن الاخيره يمكن العيانين اللي بيبقى عندي عاملين العيانين بتوع الشنط الاول دول اللي هم اللي عاملين ام بي تي شنط اللي كان عنده مشكله في البلمري سيركيليشن، في عيان هو ده نفس العيان اللي لما يكبر ان شاء الله هنعمل له حاجه اسمها جلين. ايه الجلين؟ هي كيفو بلمونري انستيموزس. بنجيب السبيروفينا كيفا لانه البلمونري برانشز دلوقتي خلاص، بنشيل بقى الشنط اللي كانت موجوده شلناها وبعدين حطينا البلمونري ارتري دلوقتي هنا وجبنا الاس في سي وصلناه بالبلمونري ارتري. العيان ده المفروض انه كان البلمونري مش جاي لها اي فلو من الرايت فينتريكل، فدلوقتي الفلو معتمد على مين؟ معتمد على الفينس ريتيرن اللي جاي من السيستميك من السوبيرو فينا كيفا. يبقى السوبيرو فينا كيفا هو اللي بيودي الدم لمين؟ للبلمونري ارتري. طبعا العمليه بتتعمل عند سن كبير شويه، عند تقريبا 6 شهور لحد ما يبقى العيان لازم يكون بيعرف يقعد عشان الفلو دايما معتمد على البوزيشن او الجرافيتي يعني، ولازم يكون البلمونري فاسكولار ريزيستنس بتاعت العيان ده قليله. تمام، ايه الكونسيدريشن بقى لو عيان ده ارستد؟ اول حاجه ابقى انا فاهم كويس ان العيان ده الفلو بتاع البلمونري معتمد على مين؟ معتمد على الفينس ريتيرن اللي جاي من السوبيروفينا كيف. فبالتالي الفينس ريتيرن عشان يبقى كويس لازم البلمونري بلاد فلو يبقى كويس، ولازم البرفيوجن في البرين السيريبر بلاد فلو يكون هو كمان كويس. السيريبر بلاد فلو اللي جاي منه السوبيروفينا كيفا، لان لو انا السيريبر بلاد فلو حصل فيها اي كومبرومايزيشن، السيريبر بلاد فيسلز بقت فازو كونستريكتد بزياده، الفلو اللي راح البرين ده قليل، بالتالي الفلو اللي جاي البلمونري هيبقى قليل. فوانا بعمل الريسستيشن للعيانين دول مهم جدا 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 ان انا بعمل هايبو فنتيليشن. ليه؟ عشان هايبو فنتيليشن يعمل شويه سي او 2 ريتنشن، فبالتالي يعمل شويه سيريبرال بلاد فلو بيزيد، فبالتالي يبدا يزود الفلو اللي رايح للبلمونري برانشز، فبالتالي العين يبدا يريجين البلمونري سيركيليشن وبالتالي يبدا الاكسجين بتاعه يتحسن. الحاجه الثانيه وانا بعمل شيست كومبريشن مهم جدا النقطه بتاعت الفول ريكويل، ان كان انت شغال فول ريكويل بقى العادي بتاع الجنرال بيدريتك باي سي يو، لا ده فول ريكويل بما يرضي الله، لانه الفول ريكويل هو اللي يسمح للدم لما الشيست يرفع، لما خلاص انا سبت ايدي ورفعت الشيست لفوق كده، ده اللي يسمح للنيجاتيف بريجر الانترا سوراسيك كافيتي خلاص يبدا البريجر اللي فيه يقل، بيسحب الدم من السوبيرو فينا كيفا ويوديه بالمونري، فالسيركيشن بتاعتنا تبدا ترجع تاني لطبيعتها. طبعا ده لو حطيت انبوبه محتاج احط اندوتراكيال تيوب، لازم ابقى هايلايتنج نقطه ان انا ما ينفعش العينين دول باي اني مين يبقى المين اير واي بريشر بتاعهم عالي، طول ما الانتراسوسك بريشر بتاعك عالي تاكد ان البلاد فلو اللي رايح البلمونري يبقى هو كمان ايه قليل. وانس ريجيند كونشس ليفل على طول ابدا اشيل البوست بريشر فنتليشن والانبوبه عشان الاو سبونتينس فنتليشن. العيانين بتوع البلمونري بارتنسف كرايسيس يعني دول سكوب برضو مختلف، ممكن كتير ما بيقابلهمش، بس احنا بنشوف السيناريو ده بالذات بوست اوبرتيف
اللي بيحصل ببساطه ده عيان كان عنده مثلا كومن اي في كانال، عنده اي اس دي او في اس دي، وعنده بالمر فلو عنيف، بيدخل في الاتاك بتاعت بالمر بروتنسيف كرايسيس سبيشالي بوست اوبرتيف. اول ما العيان بيصحى البالمر فاسكولار بيد بتاعته بيحصل فيها سيفير فازو كونستريكشن، الرايت فينتريكل يعني عمال بيكونتراكت على اخره ومش عارف يودي الفلو للبالمر فاسكولار بيد العنيفه دي، فالعيان بيبقى للاسف ارستد. طبعا في السيناريو ده الحل بالنسبه لنا هنا بقى، ما حدش يلومك لو حطيت انبوبه بدري بدري ايرلي انتوبيشن، لان الايرلي انتوبيشن والسيديشن وايفن حتى نيورو ماسلر بلوكيد اللي هو الباراليسيز يعني للعيانين دول، وده لايف سيفنج. انا العيان ده الكونديشن بتاعته مختلفه عن العيان الثاني بتاع الجنرال بيدياتريك ده، خلاص لا ده لازم اركب له انبوبه، لازم اديله سيديشن، لازم اديله نيورو ماسلر بلوكيج، وانشور ان الار في خلاص الكونتراكتيل بتاعته تتحسن، لانه المفروض انه بيزق اجينست فاسكولار ريزيستنس عاليه جدا. الايرلي انتروبيك سبورت للرايت فينتريكل وبالذات الميلرينون يعني زي او البريماكور ده ما ينفعش نستغنى عنه. مسموح لي برضو زي ما كنا قلنا مسموح لي ايرلي انتوبيشن، مسموح لي ساعات هدي صوديوم بيكربونات في العين ده، لقيت الصوديوم بيكربونات وان انا انديوس الكالوزيس هيقلل البالمونري فاسكولار ريزيستنس وبالتالي احسن مشكله العين ده. اوكي طبعا لو ما اتحسنش ما كبرش لازم اكونسيدر الايرلي انتروداكشن بتاعت الاكمو او الادفانسد الاي سي ال اس يعني او الادفانسد اكمو سبورت. احيان كتير بنقابل عيانين ايفن حتى في الاستقبال عيان واخد اس انهبيتورز اوفر دوز، لازم برضو اهايلايت نقطه ان وانا شغال نفس السيكونس بتاعي انا بهايلايت النقطه بتاعت انه انتوكسيكيشن خلاص ده كانت في ريفرسابل كوزس، الولد ده ماشي على ايه يا ماما؟ ده واخد كابتوبريل، خد الجرعه بتاعت الكابتوبريل 10 اضعاف. طيب الكابتوبريل 10 اضعاف تاكد انه الانتروبك سبورت العاديه مش هتجيب نتيجه، ولو العيان رد اوكي زي الفل والبريشرز بتاعته كانت بوردر لاين او هايبر برفيوزد اللي هينفع معاك ساعتها الفازوبريستن، يبقى الفازوبريستن انفيوجن وتتريشن اكوردنج للافكت بتاعت البلاد بريشر، ده مهم في حالات مين؟ الاس انهبيتورز. الحالات بتاعت البيتا بلوكر انت كده الادرينالين اللي انت بتديه في الريسستيشن هو اصلا يعني مش عارف يشتغل، والبيتا بلوكرز اصلا خلاص قافله كل الريسبتورز. بكونسيدر بقى حاجات تانيه في العيانين دول، بكونسيدر جلوكاجون 1 مللي جرام بير كي جي، او ممكن استعمل اتروبك سبورتس بتبقى طبعا هاير دوز ذان يوجوال. احنا ايفن حتى مثلا لبوينت لو هنقول مثلا انا ببتدي 0.05 ادرينالين بوست بريسستيشن بعد ما العيان بيرجع 0.05 مايك بير كي جي بير مينيت، ممكن اوصل بقى لحد 0.3. لا العيانين بتوع البيتا بلوكر توكسيستي ممكن ابدا 0.5 لحد ايفن 1 مايك لحد ما الايفكت بتاع البيتا بلوكر يروح. في السيناريو ده برضو ممكن اعتبر الكالسيوم انفيوجن وان اوف الاكسكلوجنز، لان بشوف اي ميكانيزم تاني احسن بيه كارديك كونتراكتيتي راذر ذان ايه الانتروبيك سبورت العاديه. لو عندي ليدوكاين توكسيستي ممكن استعمل برضو الانترا ليبيد اللي هو الليبيد يعني اللي احنا بنديه في التي بي ان 1.5 مللي بير كي جي، بعرف اللودوكاين عن طريق ان انا الاقي العين ممكن يكون عنده كونفولجن او عنده وايد كيو ار اس. طيب بعد ما العين بتاعي رد هل القصه انتهت؟ ببساطه القصه لم تنتهي بعد. ما ينفعش عيان بتاعي بعد ما يرد خلاص اسيبه وامشي. ليه؟ لان في ثلاثه اورجان مهمين جدا نحافظ عليهم، البرين الهارت واللنج، والثلاثه متفاعلين مع بعض. لو هنقول ثلاث كلمات في البوست كاردك ارست كير هو ان انا بمنتين اير واي فنتيليشن واكسجينيشن واحافظ على البرين من كانيور بروتكتيف ستراتش. اول حاجه هنتكلم على الاير واي، احنا كنا بنقول في الاول الفنتيليشن والاكسجينيشن بتاعت العيانين ما نجريش على الانبوبه، لكن وانس العيان خلاص رد محتاجه بنتين اير واي اوبن ومنتنبل، ساعتها ممكن احط ادفانسد اير واي ومسموح لي بقى ساعتها احط انبوبه ساعتها، لكن مش هعطل الشيست كومبريشن عشان اركب انبوبه، ده مش لوجيك. الحاجه الثانيه انه لو انا هحط تارجت بالنسبه لي للاكسجين مهم جدا التارجت بتاع الاكسجين يبقى من 94 ل 99%، ما ينفعش في اي وقت من الاوقات اسمح باكسجين 100%، والافويدنس بتاعت الهايبر اوكسجينيشن دي لها مليون سبب، يعني الهايبر اوكسيا والاوكسيديتيف ستريس اللي ممكن يحصل من الاكسجين راديكلز اللي بتطلع بتعمل سيلولار انجري ممكن تاثر على الفول ريكوجنيشن للنيور ديفلوبمنت بتاعت العين بتاعتك، ممكن ياثر كمان على كارديك ابوت، لان الاكسجين راديكلز دي بتعمل امبيرمنت للكارديك كونتراكتيلتي. فعندنا الاكسجين ساتوريشن بالنسبه لي يبقى من 94 ل 99 ومش عايزه اكتر من كده. السي او 2 برضه مهم عشان الهايبر كاربيا والهايبو كاربيا زي ما قلنا بيأثروا على مين؟ على السيريبرال فاسكولار بيد.
السي او 2 العالي بيعمل سيرفر فاز دايلاتيشن فبالتالي بيزود الديموند، وفي نفس الوقت السي او 2 القليل بيعمل فازو كونستريكشن فبيقلل السبلاي، فلا محتاجه امينتين سي او 2 ليفل في النورمال رينجز يعني. بالنسبه للسيركيليشن، لو همينتين سيركيليشن مهم قوي بعد الارست اعمل ايكو، مهم قوي عشان اسست الميكاردال ديسفانكشن اللي بتحصل بعد الارست، واشوف ساعتها انا محتاج انوتروبيك سبورت ولا لا، وده يعني بنسبه كبيره غالبا بنحتاج ايفن حتى لو مينيمال دوز، محتاج ساعتها تكون مونيتورنج جدا للداينامكس بتاعت العين بتاعك، سواء بقى اليورين ابوت بتاعتك كل ساعه عن طريق سينيك انعكاس، لو في اوبشن وانت ادفانسد في مكان ادفانسد وينفع تركب ارتيريال لاين وتقيس ارتيريال بلاد بريشر، بحيث حتى تحسب تعمل منه سامبل زي الاي بي جي وتعمل مونيتورنج للبلاد بريشر بحيث انت تقلل الافتر لود لو العين ده عنده مايكارديال ديسفانكشن. فدي نقط مهمه في السيركيليشن. طيب السبيسيفيك كونسيدريشن بتاعت البرين عشان احافظ على البرين، هم 4 نقط لازم برضو نكون كلنا عارفينهم، اهمهم الجلوكوز. يعني العيان بعد ما بيرجع sometimes بيبقى disturbed conscious level، ومشكله عياننا بالذات انه الجلايكوجين ستورج بتاعهم اصلا قليل بالنسبه للانفانتس يعني، فهو العيان ده ممكن بسهوله جدا يدخل في هايبوجلايسيميا. فروتينلي روتينلي كل العيانين بوست كارديك ارست بيتقسم سكر كل ساعتين، ولازم بعالج اي اتاك اوف هايبو جلايسيمي. الهايبرثيرميا ما ينفعش اسمح بيها اطلاقا ولازم اعالجها اجريسيفلي. يعني وانس العيان بتاعي التمبريتشر بتاعته رفعت عن 37 ونص لازم انزل الحراره دي باي شكل من الاشكال. وكمان بتارجت اصلا تمبريتشر بنسميها تي تي ام، التمبريتشر بتاعتي يفضل تبقى في خلال 5 ايام من 36 ل 37 ونص. عندك اوبشن تاني ممكن تعمل الكتيف هايبوثيرميا من 32 ل 34 لمده يومين، ثم تكمل بعد كده النورموثيرميا بقيه ال3 ايام التانيين. يبقى انا بمنع اي هايبرثيرميا تحصل، بالعكس انا ممكن احب ان العيان بتاعي يبقى على الهايبوثيرميك سايد 32 ل 34 يومين، وبعد كده بعد 3 ايام اخليه من 36 ل 37 ونص. لو عيان عندي هايبوكسيا اصلح الاكسجنيشن، بس في نفس الوقت ما اخليش الاكسجين ليفل بتاعي يوصل 100%، انا عايزه من 94 لحد 98 او 99%، ما اخليش 100% دي خالص. وطبعا وانس وصل 100% يبقى انا بتتريد بالاكسجين اقل من كده. الهايبرثيرميا لازم اعالجها اجريسيفلي. عشان يعني نلخص النقطه دي، الامريكان هارت اسوسيشن برضو عامله ورقه بسيطه خالص، هي زي تشيك ليست كده، فيها نقط صغيره بقول بيها ايه، بشوف فيها الحاجات اللي انا المفروض اعملها بوست كارديك ارست. لو حتى شفتوها كده هتلاقوا مثلا ازاي بعمل مونيتورنج للارتيريال بلاد بريشر، ازاي بعمل مونيتورنج بعمل الايكو، بميجر الارتيريال بلاد جاز، بشوف فيها الهايبوجلايسيميا، بعالج السيجر لو كانت موجوده، لو اوبشن عندي اعمل اي اي جي كمان، عشان احيان كتير جدا، احيان كتير ايه ده ده ده, ده, ده كتير قوي 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 يعني، عيانين كتير جدا ممكن يكون عندهم كونفولشن وانا مش شايفها، في حاجه اسمها نون كونفولسيف ابيليبسي، يبقى العيان عمال بيكونفولز وانا بعيد كل البعد عنه يعني. فده هعرف منين؟ هعرف بالكونتينوس مونيتورنج بتاع الايه، بتاع الاي جي. وانس بدات عملت الحاجات دي خلاص انا كده وصلت لمرحله ان انا وصلت العيان بتاعي لبر الامان، يبقى انا اشتغلت معاه لحد ما رست وكملت معاه بقيه المشوار عشان ما يرجعش اللي كان فيه تاني، وعملت حاجه اسمها بوست كارديك ارست كير. دي النقط الاساسيه. بعد ما بخلص محتاج اقعد مع التيم بتاعي عشان اعمل حاجه اسمها ديبريفنج. يعني ايه ديبريفنج؟ يعني نقعد بقى نقول يا جماعه والله احنا هنجمع بعض بعد ما خلصنا عشان نشوف ايه الويك بوينتس اللي عملناها، ونشوف اتاخرنا في ايه وكان ايه ممكن يتعمل احسن. بنبدا نجمع المعلومات الاول، التيم ليدر بيقعد مع اللي ماسك الريكوردر بيبدا يقول والله العيان جالنا بصوره الفلانيه، وبعدين عملنا اي بي جي وعملنا اشتغلنا 5 سايكلز، اللي ما شاء الله يا مستر احمد كنت شغال شيست كوميشن كويس، بيدي فيدباك للناس ويبدا يانالايز اللي حصل ويحكي ان هيز اون برسبكتيف، ثم بيدي الفرصه للناس اللي كانوا شغالين. انا كنت شايف يا دكتور احمد ان احنا اتاخرنا في سحب الراندوم بلاد شوجر، المره الجايه باذن الله من اللي ماسك الاي في اكسس يا جماعه يبقى يسحب بلاد شوجر بدري بدري. هنشكر بعض على الحاجات اللي عملناها كويس، والحاجات اللي احنا ما عملناهاش او محتاجين نحسنها ليتر اون هنبدا نحسنها، ونعمل سمري كده خلاص النهارده باذن الله هايلايت النقطه بس معينه ان الراندوم بلاد شوجر لازم نشك في كاريفرسابل كوز من الحالات، كل الحالات اللي جالنا هنعمل لها 1 2 3 تمام. الديبريفنج تول دي بتحسن، خليك فاكر دايما وي كانت امبروف وات وي كانت ميجر، يعني لو انا مش قاعد مع التيم بتاعي واتكلمت معاه وعرفت نقط ضعفي ونقط قوتي مش هحسن حاجه.
فالنقطة دي مهمة، ويمكن لو هنعمل حاجة يعني نبدأ نشيت البروسيس دي صدقوني هتسمعوا آراء كتيرة وممكن نحسن، وكل واحد ممكن يعمل تشينج الجبارة فعلا في مكانه. يعني شكرا جزيلا، وأتمنى أكون أفدتكم بمعلومات بسيطة. شكرا يا دكتور أحمد، ربنا يكرمك والله، يعني الوقت متأخر وانت عندك اللي ولم تمل وكده، بس برضو يعني ايه، اسمح لي استغلك سيكا في بعض الأسئلة هنا في الماسنجر، يعني ايه لو حاجات بسيطة اوكي. انا كنت هقولك وانت شغال، بس يعني ايه محبيتش اقطعك يعني. طيب بص دكتور، من اصدقاء البرنامج يعني دكتورة رنا بتقول تمام. لك يعني الأدرينالين، يعني في الأغنية بتاع شوك شوك أدرينالين شوك، يعني الأدرينالين بعد الشوك التانية مش التالتة؟ جاوب إن بريف يعني على كله هقول لك بسرعة بسرعة عشان ما أطلقش. احنا كده بس بندي ماشي ادرينالين شوك الثاني، إيه؟ بندي شوك وندي ادرينالين على طول يعني الأدرينالين بعد بعد الشوك الشوك التانية الثاني، مش التالتة. بعد الشوك اه لا لا بعد الشوك الثاني alright next هي مكتوبه question. اصلا. ماشي، بنحب نأكد عادي. next question دكتورة أمل تقول لك طيب لو شوكة بالريزم واشتغلت السي بي ار على ما يجهزه الديفيب وبقى اسيستنت، شفت بقى التريكة بقى. خلاص لو هي تفتكر برضو وانا بتكلم، انا اول ما قلت يا جماعه لازم نتعلم نشتغل ازاي نمسك الدي سي شوك، انا وانا اول حاجه بعملها يا دكتوره صح انا بمسك الشوك، انا قبل ما ادي الشوك ايفن حتى وايدي خلاص على الزرار لاست لوك فور شوك، اصلا ده شوك ابو ريزم ولا لا، يعني لان في اي لحظه ممكن عندي رد، مش هينفع ادي شوك عندي سيستول، ما ينفعش، لان يس للاسف كل شوك من دول بتاثر على المايوكارديوم وممكن تعمل مايوكارديال ديبريشن اكتر واكتر، فانا هديها وين نيدد، لكن هديها وعيان مش مستحقها او عيان مش شوك ابو ريزم للاسف، يعني انا كده الدورات العين ما خدتوش. او قلب مثلا على مش عارف في تاك وزبال، سوري يعني قلب على ريزم عادي وانت اديت له دي فيب، خلي بالنا ان ده مش دي سي يعني مش سينكرونايزد، فانا برضو لو اديت له دي سي ممكن على ادخله في ريزم تي اصلا ويف تاني. فانا ايوه ادخل على نوع تاني، يبقى بس بنأكد ان انت زي ما قلت في الاول ان اصلا وانا بجهز الحاجات انا الدي سي جنب ايدي اصلا من البداية، وبرضه خدت القرار وانا هنفذ بقى وقت التنفيذ برضه ببص على المونيتور قبل ما انفذ، يعني مش عشان برضه نبقى متأكدين ان هو ستيل نفس الديسيجن هو الابروبريت في الوقت ده. alright next question دكتورة ميمي بتقول لك ال ETT adrenaline sick، هي اعتقد ان هي تقصد اه sick يعني ولا دايليوتنت، يعني هو هنحطه انا احنا ونعتبر بعمله سيك بنحله. عشان اه الاماونت اه انا بعمله سيك بصراحه، احنا بستعمله سيك، هي الفكره كلها في الدوز برضو، يعني انا الدوز بتاعتي عيان وليكن هنقول مثلا 10 كيلو دكتور عليا، فده عيان محتاج 0.1 مللي جرام بير كي جي، 0.1 مللي جرام في 10 كيلو يعني سنتي سنتي اندوثيكال تيوب، دي مش مشكله خالص. تمام، يبقى احنا بنبتدي مش بنحله يا جماعة. اه طيب بالظبط. next question دكتورة أسماء تقول لك طريقة حل الأدرينالين من فضلكم. الادرينالين بنحله سنتي في 10 سم. يعني بنكمله ال10 نحط سنتي بالظبط بالظبط. زائد 9 اه فكده دول كده ده يعتبروا 1000 مايك، يس. لان 1 مللي جرام في الملي، فده يعتبر 1000 مايك في ال 10 سم. تمام، وهو اصلا ابو الادرينالين اللي هو اسمه 1 ل 10000 يعني، فلما بالظبط. حللناه بقى 1 ل 100000 كيلو. طيب next question مش عارف تقول بيدخلوا في انتراventricular hemorrhage قصدها على ايه، مش ممكن يكون الصوديوم بايكربونات لانه فعلا بيعمل ريليز ال يس. C2. يس اه طيب تسمح لي ان انا هقعد عليك حته صغنونه هنا في حتة الانديكيشنز بتاعة الصوديوم بايكارب، اللي احنا مش بنديه فعلا زي ما انت قلت في الريسوسيتيشن العادي، وان احنا بنسبة كبيرة مننا عندنا يعني زي ابيوز كده للبايكارب، احنا عارفين بقى عيان واسيدوز وبندي بايكارب، وزي ما انت قلت فعلا ان هو ملوش رول ان ايفن الاوتكمز ممكن تبقى ورس، ما عدا بيشنت واحد يا جماعة انا عملت فيديو صغنون كده مرة لو في حد شطور يتذكر مين علاجه الأساسي، يعني إيه دكتور أحمد هيروح يجيب البي سي بتاعه والكلام بتاعه ده، لكن في عيان كده دخل في فيتاك وعشر رزمي آخرون وعلاجه يعتمد على الباي كار، حد فاكر؟
ما حد بيذاكر. العين اللي عنده في الجيكلو فيبريليشن يب بسبب ايه بقى؟ بسبب هايبر كاليميا. إيه هيبقى برضو الدي سي؟ لا، في واحد معتمد على البايكارب. اوكي فعلا احنا بندي بايكارب في السيفير هايبر كاليميا. اوكي تمام، لكن في عيان امبورن ايرور، حاجة في الامبورن ايرور. نو انا بتكلم في برايورتي وقت الارست، في حد واخد توكسيكيشن كده كان في موسم الثانوية العامة. ده انا عاملة فيديو في موسم الثانوية العامة. طيب ده اللي هو الترايسايكليك انت ديبريسنت. خلي بالنا ترايسايكليك انت ديبريسنت احنا لازم نخليه الكالوزز، احنا بنفضل ندي بنعبيه بايكارب حتى لو انت مسكت البلس في الجرعات بتاعة الميديكيشنز، هتلاقيه كاتب في البايكارب كده الجرعة في وقت الترايسايكليك انت ديبريسنت، ان احنا بنحاول نخليه ناحية الالكالوتيك سايت. فدي نقطة برضه كجنرال يعني خلي بالنا منها يعني. طيب دكتور، حتى لو سحبت له اي بي جي وما لقيتش فيها ميتابوليك اسيدوزس، لا لا ولا احنا دي عايزينه شور ان يروح للالكالوزز مش نصلح اسيدوزز، احنا هنوديه الكالوزز. هو تمام، بيبقى عنده ميتابوليك اسيدوزس؟ اوكي. انا عامله له فيديو ممكن نبقى نبص عليه يعني، وكاتبه الدوز وكاتبه كل حاجه. اوكي طيب نيكست كويشن يا دكتور احمد، بنقول لك الانترا اوسيوس تو اكسبنسيف نوت افيلبل، وير كان وي فايند ات؟ هو يعني انا عندي في المكان، عندي موجود انتر اوسيس في كل السايزز، بس يعني هو لا مش انتر اوسيس، ممكن اركب كانولا، يعني ممكن اركب بتاع ده سيمي سرنج، وعملناها كذا قبل كده كذا مره يعني. انا وبعدين ما عنديش دي حاجه بس انا بريف 24 ساعه لحد بس ما اعمل ريسستيشن، وانس عملت ريسستيشن بالفلويد باذن الله هعرف اركب لاين ليتر اون يعني. كان امرجنسي يعني. هو انا ما عنديش مثلا، بس يعني زي ما انت بتقول كده ممكن اركب سن 10. سمتايمز كنا بنركب اللي هو الفراشه ده، انا ميزته مش بتسد بالبون، الكانسيلاس بون ده ما بيدخلش فيه. ف يعني ايه ربنا يسامحني بقى. برضه في نقطه كده، ان ايه الميديكيشنز اللي اقدر اديها يا دكتور احمد في الانتراوسيس لاين؟ كل الحاجات حقيقي، كله كله لويد وميديكيشن وبلاد وكله ينفع، وإنوتروبس ومش عارف ايه. ولوتروبس طبعا. بس كل ده انا بهايلايت نقطه، مش معنى ان مش لاقيين لاين ان انا سايب العيان في الشارع. لازم نفكر في الانتروسيس لانه اوبشن. هو هيديني اتليست 24 ساعه، بس 24 ساعه دول فيهم احداث بقى، ممكن اجيب جراح ويركب سنترال لاين، وممكن اركب انا سنترال لاين الترا ساوند جايدد، في مليون حاجه ممكن تتعمل. انا بس بحب يعني لايف بهايلايت نقطة سيفنج يعني، بالظبط كده بالظبط. يعني لايف سيفنج لحد ما نتصرف يعني، مش هنسيبها يعني يموت. طب كان في أشعة مغرضة من فترة كده إن ما ينفعش ندي الأدينوزين عشان الأدينوزين عين اس بي تي وكده. فين؟ فالنقطة بتاع الأدينوسين، لا هو مكتوبة في البلس إنه عادي. هو سورت أكتنج وبتاع، لكن ممكن يتاخد فيه لو ده الاون لاين، وندي بعديه بوش سلاين سريعة جدا مكتوبة في البوكس. طيب نيكست كويشن، هي حد تقريبا كان بيجاوب ان احنا نحط سرنجة 50 يعني تقريبا سن سرنجة 50. اوكي نيكست كويشن دكتورة منى، بتقول لك امتى عشان نوقف السي بي ار؟ امتى عشان الموضوع ده فيه ديبيت نوقف يعني، فرض ان احنا اشتغلنا وما ردش واشتغلنا ما يردش، اعمل له ايه؟ هو احنا دورنا ايه يا دكتوره منى؟ دورنا حاجه واحده بس، الريفرسبل ايه كوزز هاف تو بي اكسكلودد كلها كلها، وده ات ميك تيك تو ماتش تايم يعني باي ذا واي. ولو انا ما فيش حاجه اعملها خلاص انا هوقف سي بي ار. بس ده يعني انا اكسكلودنج الكوز، بيبقى انا سحبت اي بي جي وصلحت الكترولايت وشفت الهيبوكسيا وصلحتها وعملت ارتيريال بلاد جاز وصلحت البوتاسيوم والصوديوم والهيبوجلايسيميا اللي موجوده، ف تو ماتش تايم دي ولا حد يقدر يجاوبك السؤال ده. بس يعني لحد ما حضرتك تستنفذ كل اللي ممكن تعمله، لو انت اكسبتين كل الكوزس وجبت ايكو وعملت ايكو وطمنت ان مفيش تامبونات، ويعني وطمنا برضو ان مفيش نيموثوركس، وطمنا ان مفيش يعني كل الحاجات دي هاف تو بي اكسبلود. يس طيب يعني طب اقول ممكن زي ما انت بتقول كده تمام، ولكن في بعض الناس في الجنرال بقى احنا متوقعين ان احنا هنطول قوي في الريسوسيتيشن، وممكن يرد سبحان الله بعد فترة طويلة ان ايفن بعد ساعة من الريسوسيتيشن.
خلي بالنا عيانين الدراونينج يا شباب، لان احنا شغالين جنرال بنقابل، معلش بقى حته الجنرال دي، احنا عيانين الدراونينج ممكن يطول معاك، وخاصه وجود الهايبوثيرميا بتأفكت الريسسيتيشن. شوف يعني انا كاتبه الجزء ده وفي محاضره الدراونينج على اليوتيوب، ايه تأثير الهايبوثيرميا على السي بي ار في جرعات الادرينالين وعلى الديوريشن نفسها، ان العيان ده ممكن يطول قوي ويرد معاك في الاخر، فما تستسهلش تقول ان هو دايد وبتاع. عيانا متكهرب برضه ممكن يطول معاك ويقعد ساعه كامله ويرد في الاخر، فهتخلي بالك تصبر عليه شويه. طبعا يعني نادرا لو قابلت العيان اللي هو بتاع اللايتنج اللي هو البرق ده، وان شاء الله يعني يبقى اشرح حضرتك الكهرباء. عيان البرق ده كمان عنده مصيبه تانية، يعني ان بيبقى معاه بعض الاوتونوميك مانيفستيشنز، وتلاقي معاه دايليتد فيكسد بيوبل. شايف ازاي؟ يعني دايليتد فيكسد بيوبل وقاعد ساعه ما بيردش، وتلاقي رد بعد كده في الاخر، يعني لو عدى من بقيه الحاجات. فكديوريشن زي ما دكتور احمد قال ده العادي، ولكن في بعض الناس الكونسيدريشن زي دراونينج والكهرباء والحاجات دي ممكن يطول معاك، فيعني ابقوا ريفايزنج في الحته دي. نكست كويشن، معلش انا طولت عليك. دكتوره اميره رمضان تقول لك ممكن تبقوا تنزلوا البي دي اف بعد المحاضره. مش مشكلة، إن شاء الله حاضر عينيا. دكتوره مش عارف مين تقول لك الورقه مش واضحه بتاع والتشيك لا دي ليست ده هنزلها نجيبه منين؟ لوحدها تشيك ليست. تشيك ليست موجودة أونلاين على الأمريكان هارت سيشن جايد لاينز، دي موجودة حتى على سيركيليشن يعني. لا موجودة، بس أنا برضه هبعت لكم البي دي إف بتاعها بإذن الله على طول. تمام، يا ريت ننزل الورق ده على الجروب. حاضر. شكرا شكرا كل الناس بقى، شكرا دكتور احمد، شكرا. طيب معلش انا تهت، بنعمل ضغط 30 مرة وبعدين نفسين ولا 3 لواحد؟ طيب احنا طالما ما عندناش ادفانسد اير واي ببساطه، وانا شغال لوحدي ما عنديش ادفانسد اير واي، يعني شغال بالامبوباج، امبوباج بماسك يعني، شغال 30 2 وانا لوحدي بدي بعمل برايورتايزنج للشيست كومبريشن، فبالتالي 30 ل 2 بريثز. طب معايا ماشي. حد تاني قدامي بدي 15 ل 2 وانا معايا حد تاني. طب في اندوتراكال تيوب موجوده، ده بقى خلاص انا شغال شيست كومبريشن كونتينيوس ما بوقفش، واللي شغال بالامبو باج شغال نفس كل 3 ثواني، 1001 1002 نفس 1001 1002، ده شغال في حته، والشيست كومبريشن شغال لوحده خالص، الاثنين مش مع بعض. شيست كومبريشن شغال كونتينيوس، اللي مركب مين؟ ادفانسد ايروي، يعني مركب انتراكال تيوب. Alright. Next question بقى، أعتقد إحنا في الآخر. دكتور محمد، أيوه كده رجالة بقى، الرجالة فين؟ هل في صحي، هل لو في تيوب في الطفل كل 3 ثواني نفخة بالأنبو، طب والضغط على الصدر مستمر ما توقفش؟ مش فاهمة أوي السؤال، بس لو أنت فاهمه جاوبه. بس هو ما توقفش يعني. لو عنده تيوب، يا I get it، يعني لو هو أصلا عنده تيوب، ف يعني ده يشتغل في حاله ده، وكمل أنت ضغط وأنا هظبط كل 3 ثواني امبو باجنج وما نوقفش، ولا هتستناني هتوقف كومبريشن على ما ادي الامبو لا بوقفش باجنج؟ كومبريشن طالما ادفانسد ايروي، ما بوقفش كومبريشن. عايزين نقول ان احنا دخلنا كده من البيزك ده بقى، طالما بقى عندي تيوب فانا كده بقيت ادفانسد، صح كده؟ بالظبط. alright. طيب next question، اثناء السي بي ار دكتور محمد بقى، هل لو في تيوب في الطفل كل 3 ثواني، ما هي دي اعتقد هو. طب ازاي احل الادرينالين؟ اي ثينك ان احنا قلناه، بس احنا حالات الدورف، ما حدش بيرجع معانا حالات الدورف والشون كومبلكس، ما حدش بيرجع معانا للاسف. ما ممكن هو دي بتعملوش عشان هي الكونسيدريشن. مشكلة فعلا، هو للاسف العيانين دول زي ما قلت اصلا الريسبشن فيهم فعلا مشكله يا جماعه، دي مشكله بالنسبه لنا انا كمان يعني. انا بقى انا هو كارديولوجيست وفي سي سي يو معايا كل الاكويبمنت بتاعتي، العيانين دول فعلا الريسبشن فيهم صعب جدا 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 جدا. العيان لما بيرجع يعني بنعمل فرح حقيقي. عشان كده انا يعني انا لما عرضت الكيسز في الاول، انا جيت عند البتاع دي وعطيت لك قبلك كامل، واول ما قال لي حوليه انا سجدت شكرا لله. أيوة. فكنا بنقول ان دول ايه، حاله يعني دول ليهم مكان اخر يا جماعه، وان ده يعني ايه مش العادي، يعني مش انت الوحش. وحتى في البوست اللي انا كنت كاتباه قبل كده، انت كويس يا دي صباح، انت ما ايه ما تزعلش على نفسك. اوكي، is there any difference في الدوزز in case of monophasic versus biphasic defib؟ I think ان يعني في الديفيبريليتور، يعني ان هو monophasic او biphasic defib.
لا لا مش تفرق في حاجه خالص، هو 2 4 6 8 زاد ذا دوز ديفيبريليت. ما تفكرش في اي حاجه، ما تختارش حاجه من الموتور، انا عايزك بس تشغل الدوز المظبوط، يعني وزنه 10 كيلو وتحط 2 جول بير كي جي على 20 جول، تلسع العيان طالما هو شوك ابوريزم، ما تفكرش في اي حاجه تانيه، بس لا تشغل سينك ولا ان سينك ولا باي فيزك ولا مونو فيزك، ما تفكرش في حاجه، دي حاجات بيزك. الحاجات طب بص الادفانسد بقى ان اعمل هفكر انا. سينكرونايزيشن وكده، دي ده شغلنا. اوكي يعني مثلا طبعا مفيش هو بريز بالز والبرفيوم ده وحش، فانا هعمل له هعمل هلسعه برضه، هديله دي سي شوك، بس دي سيناريو مختلف تماما، دوز مختلفه وسينكرونايزيشن مختلف، انا بتكلم على الجنرال ريسستيشن لكل العيانين اللي ايفن حتى يعني في الاستقبال. اوكي ومعظم الديفيب والحديث دلوقتي كلها بتبقى باي فيزيك على حد علمي يعني. طيب دكتورة مروة تقول لك في مشكلة ان مفيش تيم للسي بي ار في المستشفيات المركزية، بس هو ما دي النقطة برضو اللي كنت بتكلم عليها الدكتور عليها، هو ما ينفعش عندك ما حق. يبقاش في تيم، ما ينفعش ما يبقاش في تيم. هو انا لو عندي مثلا اربعة تمريض، انا مثلا شغال بخمسة، انا رايح نبطشية فيها لوحدي ومعايا اربعة تمريض معايا في النبطشية دي على العشر عيانين حتى او الخمس عيانين اللي موجودين، انا بقى يعني هشتغل يا جماعة تيم ليدر، انت تشغل شيست كومبريشن، انت تشغل ميديكيشن لما تشغل سي بي ار، بس حد يبقى ماسك الاير واي وحد مثلا بيسجل، شكرا. يعني ممكن لازم تتظبط يعني، ما نقولش بقى السيستم والمستشفى المركزي والتمريض هو المفروض مش الدكاتره بس اللي شغالين سي بي ار، ما ينفعش هو تمريض ودكاتره ويعني وكله. يعني تقصد ان اول النبطشية كده احنا يا جماعة اللي هو السلام عليكم مين معانا النهاردة ان شاء الله، لا قدر الله لو في حرق الريست جت ميس فلان هيبقى كذا كذا، مستر فلان هيبقى كذا، يعني حاجة كده على الضيق كده وبلس برضو هو تيم على التصويت اللي الضيق احنا يعني. قلنا عليه كول فور هيلب دي، او احنا بنسميها نصوت ونلم الناس، يعني هي دي الوحده اللي المفروض تجيب ناس من اقسام تانيه. يعني انا عندي في المستشفى بقى في كود بلو في الاذاعه الداخليه بتاعت المستشفى، خلاص اوتوماتيك بقى بلاقي ناس جايه لي من كل حته بقى، ما تمام. قصدي لايف يعني دي لايف سيفنج يعني، ولو ما ما حدش فيش تيم ولا اكيد، عندي ما فيش كود بلون يا دكتور احمد، احنا انا فاهم، بنتكلم بس في يعني الداخلية المركزية. ان كيس لو في اوبشن ان انا اصوت والم الناس فهو اوبشن متاح. alright طب دكتورة هنا تقول لك rate of respiration في حالات ال arrested patient already intubated، يعني هو معاه تيوب. كل 3 ثواني تمام كل ثلاث طيب ثواني ماشي. بتقول لك يعني بنحل الادرينالين وطفل 10 كيلو هو ندي ببساطة بالظبط 1.1 سم الأدرينالين يا جماعة هو لكل. 10 شوط كل كيلو، حلو؟ تمام ال 10 شوط دول هتديهم لو العيان انت لو انا ما عندي انترافينوس اكسس هديه 10 شوط من المخفف الواحد زائد 10، يعني كده كده على الكراش، بتاعتي في 1 سنتي زائد 10 أدرينالين، بكمله 10 سم ادرينالين، يعني كده الامبول 1 مللي جرام محلول في 10 مللي، ده تمام بقى 10 شرط لكل كيلو للعيانين. لو هدي سك هدي برضو 10 شرط بس من السك مش من المحلول في الاندوتراكيال تيوب، ده ببساطه. تمام تمام تراي سايكك اند بريسن. طب والله في ناس كتير صنع النبي، طب والله ناس كتير كاتبه تراي سايكك اند بريسن، هو تعبي ما راحش اقدر يا ولاد. تمام يبقى ده اللي هو بندي فيه الباي كارب عشان نخلي الكالوسيس في حالات التوكسيستي بتاع تراي سايك. موجود في البرشامه جميع. جرعه يعني موجوده فعلا في البرشامه. لا البرشامه دي الكتيب بتاعي اه بس مثلا. لا تنزعج كثيرا، هم فاهمين انا بقول. لغاية سن كام أقدر أدخل بسن 10؟ يعني احنا بقى هو ده غلط، انتر أوسيس. خلينا نعترف ان احنا هو ده غلط، لو مفيش انتر اوسيس موجود فانا بعمل تحشيش، يعني دي تعتبر أيوة يعني باسه، فهو يعني ما يعني مش هينفع يعني اجاوب اللي هي سؤال غلط بحاجه غلط برضه، انا اقول لك بسن ايه، هقول كام، ما انا ما اعرفش كام بصراحه يعني احنا دي احنا عاملينها أحسن من يعني موت، يعني اللي احنا يعني هنعمل بالظبط. ايه يعني. اوكي اه لكن هي مش حاجة يعني evidence based ولا حاجة، دي expert لان opinion. الثاني زي ما بقول لحضرتك هو الثاني الانتر اوسيس فيه ستايلنج، يعني فيه اصلا حته حديده كده بتسبورت السن وهو داخل لحد ما تخرم العظم، وبعدين بطلع الستايلت دي بقى خلاص اليومن نفسه هو اللي موجود بس مكان في البون، السرنج عشان اصلا هي العظم هيسد السن اصلا. بالظبط، لكن انت داخله بالسن اصلا هو ده مش مظبوط يعني، بس حاجه كده يعني نزق بيه. تمام دكتورة ايمان تقول لك من ضمن الانديكيشن بتاع بايكارب الدكتور قال very bad acidosis، اه بس طيب اللي هي بتبقى عاملة بتاع ده depression بقى المايكارديا معاملة الدنيا مبهدلة. طيب محاضرة PDF. طيب the maximum duration of CPR لو العيان مردش 30 دقيقة
لا مفيش حاجه اسمها كده برضه للاسف. لو انا عندي اه ريفرس والكوز وما صلحتوش لازم اصلحه، تصلحه 9 ساعتين. لو عنده تنبونات يا دكتور علياء وما نعم. عنديش اوبشن ان انا غير ان انا اعمل بريكاردو سنتيز، انا شغال لحد ما يجي يعمل لي بريكاردو سنتيز. صح؟ يمين بتاع ده بريكارديال تامبوناد يعني. بالظبط. اه عندي بقى نيموثوركس، ما ركبت بتاع انبوبه، ركبت باتر فلاي ومش عارف اركب باتر فلاي مظبوط، وعمال لي حد جراح يجي يركب الشيست درين. يبقى انا شغال شيست كومبريشن لحد ما حد يركب الشيست درين. يبقى انا اي هاف تو كوركت ريفرسبل كوز الاول قبل ما اخد قرار ان انا اوقف سي بي اي. تمام. طيب في سؤال عميق من دكتورة شيماء تقول لك ان ويتنس كاردياك ريسوستيشن وجاي لك فيكسد دايليتد بيوبل كود اي دو سي بي ار؟ سؤال فعلا لوجيك. هو ده، هو المفروض الان ويتنس له الجوريزم لوحده، بس احنا الريكومنديشن يعني طالما هو ان ويتنس انا المفروض بشتغل 2 مينتس، او يعني بشتغل شيست كومبريشن وبعدين يس خلاص لوحدي بروح انادي للتيم، اسيب البيشن اروح انادي للتيم واجي اكمل السي بي ار طالما هو ان ويتنس. لكن لو ويتنس لا لازم اروح انادي للتيم الاول، طالما ما شفتوش وهو بيأرست لازم اشتغل اول شيست كومبريشن 2 مينتس وبعدين اروح انادي للتيم اكتيفيت الكود يعني. هي قصدها يعني ان هو دايركت فيكس، فمعتبرينه بقى ان هو كده برينلس فاللي هو نكمل عليه ولا نسيبه في حاله. طيب الدي سي، نيكست كويشن دكتور محمود، بيقول لك الدي سي في الفي تاك سينكرونايز اور نوت؟ احنا قلنا العيان وانس فتحت الدي سي هو يشتغل على الديفيبريليشن، ديفيبريتور مود. ديفيبريتور هو الدي سي مش شايف حاجه قدامه، هو بيكهرب القلب بس. كل الحالات الارست شغال ديفيب بس من غير سينكرونايزيشن، كل الحالات شغاله ديفيب بس من غير سينكرونايزيشن. ممكن بس دكتور محمود هايلايت ليك ان الفيتاك احنا عندنا منها نوعين، فيتاك ويز بولس وفيتاك بولسلس فيتاك. ام سي بي ار دي بنتكلم عن البولسلس فيتاك. فيتاك بقى ويز بولس ده صفحة تانية اللي هي علاج الايه هيمودايناميك انستابل فنتريكولار تاكيكارديا او اريزميا، دي اللي بتبقى كارديوفيرجن سينكرونايزد بتاع ده كارديفيرجن. لكن لو هو بقى بالسلس فيتاك احنا كده بنتكلم على ريسوسيتيشن وبيبقى ديفايبريليشن. ماشي. دكتورة شيرين تقول لك واي هايبو فنتليشن مع جلين؟ اه هو ده سؤال برضو عميق جدا بصراحه. ها احنا بنعمل فنتليشن في عيان جرين وانا بعمله ريسستيشن ببساطه عشان اعمل اكوميشن السي او 2. بحاول يس بحس ان السي او 2 لما بيعلى بيعمل سيربرال فاز دايليتيشن، فلما بعمل سيربرال فاز دايليتيشن كده الدم يروح للبرين كتير، فيبدا الفينس ريتيرن اللي جاي من البرين يوصل للجلين سيركيوليشن ببساطه، لان الجلين دي عباره عن الاس في سي راح بالمونري، فالعين ده محتاج عشان احافظ على البالمونري بلاد فلو ان البلاد فلو اصلا يكون رايح البرين اصلا كويس. عشان يجي من البرين كويس فلازم يكون رايح للبرين كويس. هيروح البرين كويس ازاي وانا عامل سي او 2 وش؟ لازم اعمل شويه سي او 2 اكوميليشن كده بحيث انه السي او 2 يبقى عالي يعني وانا شغال. دي برضو كومبليكيتد يعني، أول حاجة دي شويه حتى ادفانسد يعني مش لازم جنرال. ولكن يعني يا جماعة باختصارها كده خلي بالنا يعني ايه فرق الجلين دي عن الشنط. في فرق بسيط قوي يعني، بقول لك انه عميق. الشنط ده ارتيريال يعني اورطة بيحدف على البلمونري فعنده كونتراكشن ارتيريال فلو بلسيتايل فلو. لكن الجلين احنا واخدين السوبيريور فينا كافا ده فينوس درينج، فينوس درينج مفيش حاجة بتبوش ات، فمعتمدين كده بنقول يا رب على الجرافيتي يعني ده فينوس فلو نازل على ارتري، واخد بالك ازاي يعني ايه، فمعتمدين على الجرافيتي فعايزين اللي جاي يبقى كويس، واللي جاي ده جاي من الاس في سي والسيربرال سيركيليشن فاحنا عايزين سيربرال سيركيليشن تبقى محترمة، وعايزين مفيش حاجة تعكسه هو نازل يعني بالمونري بريشر وفازو كونستريكشن، ما هو لو حاجة ضايقته هيحصل لك ريفرسال في الجرين. فاحنا معتمدين ان الفلو اللي جاي يبقى معقول وما يلاقيش ريزيستنس في البلمونري سيركوليشن تحت تضايقه مثلا، فعشان كده بنحاول بكل الطرق ان احنا نقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس عن طريق ان احنا ندي اوكسجينيشن، عن طريق لو في حاجه فازو دايليتور زي المرينون. عشان كده دكتور احمد هايلايت الدور بتاع المرينون هنا لانه ليه افكت على بلمونري فازو دايليتيشن. صح كده ولا انا بألف؟
بالظبط. لا بالظبط مظبوط تمام. سوري انا قلت كده. طيب معلش لو صغرينك، بس في ماكسيمم ديوريشن سي بي ار احنا قلناها خلاص بقى. نيونات هوز ارستد ديو تو بالمونري هيمريج هاو تو تريت. برضه بالمونري هيمرج مش عارف، انا دايما كنت يعني ايفن حتى قبل ما ادخل في الايرا بتاعت ان انا شغال كاردك انتنسيف كير، موضوع البالمونري هيمرج ده واخد حجم اكبر من حجمه والله يا جماعه للاسف. يعني هو لو اتمانج مظبوط عادي جدا، يعني انا اون ديلي بيز دلوقتي بقابل حالات بالمونري هيمرج والله العظيم الحمد لله كلها بتعدي. الفكره كلها تظبط فنتريشن مظبوط، تزود الانترا الفلر بريشر شويتين ثلاثه، تصلح الكواجريشن بروفايل، تبدا بشتغل عنده زي اي عيان عادي خالص، بس ابقى وايز جدا، امينتين داينامكس مظبوط، اصلح الحاجات الريفرسبل كوزز برضو، وابقى عارف دايما بالمر مش ده له سببين، يا بالمر اوفر فلو يا كاردياك كونتاكتيفيتي زي الزفت، فاصلح دي واصلح دي بس. Excellent. طيب next question دكتورة غادة، تقول لك السايكل الواحدة بتستمر كام دقيقة ونوقف لو مفيش استجابة بعد كام سايكل at least، يعني قول لي السايكل الواحدة بتستمر كام دقيقة. هو السايكل احنا بنقول السايكل يعني 2 مينتس، ال 2 مينتس دول المفروض ان انا شغال، لو انا مش اما شغال مثلا اتنين مع بعض فدول 15، المفروض ان انا بشتغل 15 كومبريشن وباتنين بريثز، والمفروض افضل شغال كده لحد ما ال 2 مينتس يخلصوا، بعد ال 2 مينتس دول اسمهم سايكل، يبقى السايكل الواحده 2 مينت. بعدها بعد ال 2 مينت بتشيك البالس، واللي عايز يعمل سويتش بقى لو بتاع الكمبرسور تايب هيعمل سويتش، انا بشيك البلس بشوف ده شوكابل ولا نون شوكابل، ريتم تاني وابدا اكمل تاني شيست كومبريشن اوكي تو دكتور سايكلز في شيري، اليوم. يعني 2 minutes السايكل 2 minutes صح كده؟ التايكل يعني 2 مينتس. اوكي دكتور شريف حمدي بيقول لك، هل نفصل المونيتور ساعة الدي سي شوك عشان ما تتأثرش بالتيار الكهربي ولا لا عادي؟ ده سؤال، لا لا طبعا، هو اصلا اول حاجه في عندنا تو مونيتورز دلوقتي، الدي سي اصلا في مونيتور، يعني في بعض يس المونيتورز مجرد وانا اه حاطط البروب كده اه بتاع اللي على صدر العيان هو بينتربريت الاي سي جي ليدز اها بيرسيف صوره، وانا حاطط الاي سي جي وانا حاطط الديفايبريليتور يعني، والمونيتور بتاع الديفايبريليتور اصلا متوصل للعيان، افصله ازاي؟ لا ما افصلوش طبعا. والمونيتور اللي عندي لو انا العيان مش موصله بمونيتور الديفابريليتور موصله بالمونيتور العادي اللي عندي، لا طبعا دي ما تتشالش تفضل موجود، مش تاثر على اوكي حاجه. يعني في بس حاجة كده في السيفتي اي ثينك ان هو ممكن يكون قصده عليها، ان احنا لو عندنا اكسجين كده قريب من المكان او لاين اكسجين ده بس اللي لا بنحاول الاكسجين ايه طبعا عشان ده ما من الحاجات اللي نولعش. انا طبعا، لا اعتقد ان كلنا السؤال ما هو لازم انا اللي هيدي الشوك، خلاص احنا قلنا حط البروب خلاص على العيان ديفيبريليتور، وبعدين everybody's clear I'm clear oxygen off last look on rhythm، كل ده بيحصل في ثانيه، انا بقول اهو اللي بيدي الشوك هو اللي بيقول الكلام ده، لازم الناس كلها خلاص بعيده عن السرير، انا بعيد عن السرير الاكسجين متشال last look شوكابو ريذم جيف بالس جيف شوكا جيف الشوك بدي الشوك ساعتها. دي حتة مهمة يا جماعة، طبعا ترجع إلى معلومات إعدادي إن الأكسجين إيه يشتعل ولكنه يسهل على بالظبط الاشتعال، كده فلو في شرارية كده طلعت يعني إيه ناخد بالنا يعني. أوكي طيب إمتى نوقف سي بي آر؟ أوكي خلاص ممكن نحل البري تيست. أحمد دكتور أحمد محمود، لا دكتور ألا أحمد محمود أنت اللي هتحله. إحنا قلنا إن إحنا هيبقى فيه البري تيست بوست تيست هو هو نفس الامتحان اللي فات، ولكن دكتور أحمد هيعدله إن هو يديك الدرجة، يعني الامتحان بعد ما تحله يقول لك صح وغلط، وكمان راشينال بقى انتقل عليك ان شاء الله حاجة. حاضر. اوكي ماشي بس يا ريت يا جماعة حلوه فعلا، احنا والله احنا عايزين يعني ايمنج نشوف هل في فرق، هل الاونلاين تيتشنج الى حد ما يعني بيفرق او لا، فده بيدينا برضو ايه جزء من احنا يعني ايه نبقى انترستد طالما بيفرق مع الناس يعني، فلان ممكن الناس اصلا يعني ايه ما تهتمش قوي بيه يعني او كده. طيب مين العيان اللي مش هعمل له سي بي ار كلامي من الاول يمكن عن النيونات مش لا هعمل له سي انا بي مش ار؟ عيان اعتقد مش هي هعمله سي بي قصدها ار، ان هو يعني ايه مش لاقي مبرر. يعني عجزت على التأليف في الحتة دي.
لا يا مش دكتور، عارف. انا ما قلفتش، انا بتكلم على لا مش العيان قصدي، اللي انا جه. مش عارفه الف، انا مش قادره، مش عارفه. طيب تمام يا دكتور علي. بس حضرتك انا قصدي على في هوبليس كيسز، مثلا زي مثلا في حاجه يعني مثلا زي ميجور كارديك انوميليز مثلا، الاتش ال اتش مثلا، يعني يقولوا مش هنعمل له كارديك، فهمتيني؟ يعني اقصد ايوه، الحالات اللي زي او دي مثلا اكوردنج تو نون كارديك بوينت اوف فايبل دكتور احمد نخبه، يعني. او نون فايبل بريتيرم، او كده يعني. الناس دي تقصدي يعني الحالات او اللي عنده هي مثلا فيها ميجور كونجنتال انوميليز انكومباتبل وذ لايف، يعني اي يس مين اي كده جيت من وجهة نظر جيت دكتور احمد بقى. اي جيت يا بوش. هو انا فايه برضه رايك؟ البتاع اللي انا بتكلم فيه مش بتكلم في النيتال ريسوسيتيشن، انا ده ماشي. عيان جاي لي اصلا سواء انفانت او تشايلد، خلاص ده عيان. النيتال ريسوسيتيشن عندهم يعني ايفن حتى النايس جايد لاينز مختلفه، ايفن حتى الفايبل كيسز والنون فايبل، وامتى بعد 32 اسبوع نشتغل ولا لا، او ناخد راي الاهل نشتغل ولا لا، في عندهم كونسلتيشن كبيره ومختلفه العيانين. يعني هو ده مش السكوب بتاعنا انا اصلا خالص، فانا مش هعرف حاجه اجاوب اصلا على السؤال ده للاسف. يعني برضو في الحتة، لو بيدياتريك تعرضنا لها قبل كده، كان فيها الحتة دي فيها بعض من الميديكو ليجاليتي ايشوز، ما بين الأماكن اللي احنا نقول دي ان ار، أو اللي هو مثلا حتى لو أطفال وانكومباتبل ويز لايف، أو إن احنا ما نعملش دي ان ار. يعني الحتة دي فيها برضو حتة كده ليجال. فللأمانة يعني هنا في مصر مش واضحة قوي الحتة دي، يعني إن أنت ما تعمل دي ان ار، يعني أعتقد إن ده السؤال يعني. هو طيب الديسيجن بتاع الدي ان ار في الاند ستيج كارديا كيسز ايفن حتى مثلا في عندي في المكان بيتاخد مش من السبيشالست اللي موجود بس، لا بتبقى كوميتي. وال يعني يمكن من 5 سنين ما شفتش ولا عيان اتاخد فيه فاينل ديسيجن لا انا عندي مش هنشتغل عليه. يعني على قد ما هي حاجه موجوده وكوميتي موجود وكل حاجه، بس للاسف يعني على ارض الواقع ما فيش ولا عيان ما اشتغلتش عليه. تمام. طيب دكتورة غادة تقول لك بدي البايكارب في السيفير اسيدوزز، اللي هو يعني بي اتش كام، يعني اللي بتقول عليه سيفير اسيدوزز. يعني أقل من 7. اورايت. دكتورة رانيا تقول لك لو في حد بيركب تشست تيوب، ساعات بيطلب منك ان انت توقف الكومبريشن عشان يعرف يركبها، ما فيش عادي مشكله، ولا مش المدرب عادي؟ لسه بالبوز بالظبط، كتر خيره هيجي يركب الشيست درون والعين هيرجع بعدها، لا يركب مش مشكله وتوقف كومبريشن بالظبط، اوقف during ال كومبريشن لحد بالظبط. بس انا مثلا انا ممكن اعقم المكان الاول بالبتادين واخليه يحضر نفسه ويجهز، واللقطه بس بتاعت اللي هيدخل خلاص فيها بالشيست درين اوقف شيست كومبريشن، هيركب في قد ايه؟ بس وارجع تاني تمام شيست كومبريشن وانس انسرتد. يعني تمام دكتور شيرين، جلين والهايبو فنتيليشن جاوبنا السؤال ده هو الدايليتد اعتقد قبل كده. دكتور نهى حسين، هو قال الدايليتد فيكس تيوب نكمل ولا خلاص شكرا دايليتد فيكس؟ فيكسد، يعني انا برضه هو انا هعمله ده ان ويتنس ذا اريست، هشتغل عليه لو في ريفرسبل كوز اعرف اجيبه اتس اوكي، ما رجعش ما يعني دي دايليتد فيكسد بوبل ما كانتش من الكرايتيريا خالص، ده عيان شكله عامل ازاي؟ احنا تمام. واخدينها بالاكسبيرينس كده، ده خلاص عين متاخر قوي في الريسبشن فمش هيرجع، بس بس اتليست هياخد لو بنشتغل عليه، بالظبط. لان هو نفس السؤال برضو اللي بالظبط بعده. لو امكانيات نعم بالذات لو في امكانيات، او انا عرفت مثلا ديت فيكس بيبل وكان مثلا هايبو فوليميك، فلو عرفت اركب انتر اوسيس ديتو فوليومز ما ممكن يرد فعلا. طيب دكتور شيرين تقول لك دي ساتوريشن اون بروستين، should I decrease total fluid restriction؟ طيب الحكم مش برضو كده يا دكتور علي، انت عارفه اكيد يعني هو البروستين اكيد. الاثنين ينفعوا، يعني انا دلوقتي العيان بتاعي كان ماشي على بروستين وليكن 0.05، وبعدين لقيت الساتوشن بتاعه بينزل وببص لقيت الفلو بتاع البي دي اي بالايكو لا قليل، فساعتها هزود الدوز بتاعت البروستين اكيد. في عيان تاني بقى، عيان تاني بروستين 0.05 برضو والساتوشن بتاعه كان في الاول 90%، سبته انا 90% ما نزلتش البروستين، العيان ده من كتر بالمرة فلو هيديسات برضو، فده حله تاني. يعني هو على الرغم ان هو دي ساتي ده اهو الا انه كان اوفر بالمر فلو، فده لا ساعتها نزل بروستين تاني. اقصد ان احنا بنعمل يعني ايه، بص يا جماعه، بيبقى مش حكم بالساتوريشن بس، بيبقى تشيست اكس راي طبعا هتفيدنا جدا. شوف اللنج دي كونجستد ولا اللنج دي اوليجيميك، فهعرف. لان يعني البروستين في الاول بيزود البانل بلوت فلو، فبيتحسن الساتوريشن، ولكن لما بيزيد الكونجستشن بيبدا فعلا الساتوريشن يقل. فتشيست اكس راي هتساعدني، هارت ريت هيساعدني، ايكو هيساعدني ان انا ابص على الدكتس اشوفها دنيتها ايه،
فاقدر ساعتها اعرف الدي ساتوريشن ده نتيجه اوفر فلو بالمونري فلودد يعني، ولا نتيجه ديكريز في البالمونري بلاد فلو. فوقتها هيبقى ان في راشنال ان ازود البروستين او كده مع السيستميك بيرفيوجن اخباره ايه واللاكتيت والحوارات دي. طبعا الموضوع اعمق من كده، بس احنا جاست بنهايلايت على الاقل لما تقابل حاله كده تبقى عارف ان عليها كلام اسال وقتها، وطبعا محتاجه يعني ايه محاضره لوحدها يعني. طيب لو عيان بوست اوب راشكن ارستد، دكتورة أسماء تقول لك لو عيان بوست اوبرتيف عامل راشكن، راشكن دي يا جماعة اللي هي البالون اتريال سيبتوستومي يعني، وارستد من البروستين اللي ماشي عليه ماشي، ورد بعد السي بي ار نوقف البروستين لا يعني. يعني هو مثلا ارست نقول عيان تي جي مثلا ميه وعملنا له راشكن وهو ماشي على بروستين وارستد من البروستين، رد بقى بعد السي بي ار لا نوقف برضه بروستين ولا ايه؟ والبروتين ده ريفرسبل كوزز يعني ايه؟ هو لا يعني قصدي از از سايد افكت، اي ثينك ان هي قصدها ان السايد افكت من البروستين بيعمل ابنيه مثلا. حلو انا قصدي لو سايد افكت من البروستين بعالج السايد افكت لكن سام تايمز انا البروستين للاسف مضطر امشي عليه ايفن حتى لو ماني مندوز انت بتتكلم غالبا عن عيان بتاع دوت بسم الله الرحمن الرحيم دي تي جي ايه مثلا وعامل راشكن، فهو على الأغلب بعد الراشكن يعني هل هو ده مش محتاج يعني بروستين اصلا اتحسن خلاص، هو احنا وقف اصلا البروستين. بالظبط لو هي قصدك ان هو ارستد يعني، او قصدك ان هو ابنك من سايد افكت من البروستين. I think ان احنا في الاخر دكتورة شيماء بتقول لك what about the arrival of an arrested baby and a child to ER مع relative ومش عارفين ان هو ارستد بقاله قد ايه. اشتغل اعتقد هو بالظبط نفس السؤال اللي احنا قلناه، how to manage sudden pulmonary hemorrhage to patient in tracheal tube، ندي ادرينالين في الاندوتراكيال tube، what is the dose and how many times. يعني احنا عندنا في common practice كده يعني ايه، الناس تلاقي في pulmonary hemorrhage في التيوب، فدايما معلش يعني لو هصدمك سيكا عندنا كده ايه ان احنا نحط له ادرينالين في التيوب بقى وكده يعني، فاهم؟ فايه بقى أرجع اخبار أقول إيه سبب البلمار هيموريج؟ لأن أسباب البلمار هيموريج في الأطفال كبيرة جدا، هل ده فوليوم أوفرلود؟ ممكن يكون العيان متعبي فلويد بقاله 5 6 أيام عمال بياخد فلويد مش مالهاش لازمة، أو العيان ده كاردياك أصلا وأنا بديله فلويد أن كالكوليتد، أو ده العيان ده بالمنظر عنده القديمة بالظبط أه بالظبط أه فهو ده على السبب هعالجه، لأنه علاج البلمار هيموريج لوحده غير كافي. أنا ركبت ماشي بلمار هيموريج هركب أنبوبة عادي جدا، هعلي السيتنج بتاعت الفنتليشن شوية، هزود الدياليسيس اكتر واكتر، هصلح الكوبريشن بروفايل، همينتين اوكسجينيشن وفنتليشن على قدر الامكان مظبوطين بالميكانيكال فنتليشن، كل دي حاجات كونزرفيتيف. ارجع للسبب الاول وابدا افكر العيان ليه وصل للمرحله دي، انا متاخر عليه، طالما دخل مش ده اعرف ان انت متاخر على عيان. لما ورايت يوصل لاي مرحله خلاص انا بالنسبه لي طالما وصل بالهيمورج لازم هايلايت النقط اللي قبلها، هو وصل للنقطه دي ازاي؟ هل ده مايكارديا ديبريشن؟ اعمل له ايكو بقى الفانكشن بتاعته وحشه، ساعتها لو حطيت له ادرينالين انفيوجن خلاص ما البلمونري مش هتحسن، لازكس انفيوجن البلمونري مش هتحسن لو هو فوليوم اوفرلود. انا فاهمه البراكتس ان احنا نحط ادرينالين في التيوب وكده فهيوقف يعني. انا فاهمه جاي منين يعني الاتيتيود يعني، فاحنا بنقول ان احنا بنعالج السبب يعني، نشوف بقى ده بالمر قديمه ولا ده ايه بالظبط يعني. وعلى الاغلب بيبقى بالمر قديمه او فلود اوفرلود اي ثينك يعني. فالفنتليشن هنا مهم جدا، والبيب مهم قوي ان احنا نعلي البيب ليفل هنا حتى لو عيان شوك ده مثلا، عشان نقدر ما يحصلش ليكج في اللونجز. طيب دكتور وائل بيقول يا ريت لو وقت دكتورنا العزيز اللي هو انت باين يسمح يعمل سيريس يعني حلقات يعني تقصد، وقتك يسمح بس يعني حلقات اخرى اعتقد يعني، على حسب ما انا فهمت السؤال والله اعلم يعني. ولو دكتور وائل حاجات موجود الكارديك اتفضل تحت ايمرجنسيز امرك. الكارديك ايمرجنسيز الكارديك ايمرجنسيز بس احنا ممكن نعمل هايلايت عليه، يعني عام والله مثلا هارت ديزيز هبدا اتعامل معاه ازاي في الـ في الـ في الـ في الاي ار تمام. سايناتيك طيب مثلا. ورايك دكتورة روما بتقول لك يعني السي بي ار في النيونيت مش 3-1 مش ايه في الفين يعني، السي بي ار انا مش راجل بتاع ثلاثة بيداتك واحد يا والله والله انا بيداتك وانا ادفانس ده بسبب ما فيش مشكلة. دكتور محمد how to manage sudden pulmonary قلناها،
طيب دكتورة هالة بتقول لك طيب بنشوف الريزن عشان نحدد شوكابل اور نون شوكابل أثناء السايكل ولا بين السايكلز؟ لا مش احنا، لو الدكتورة شيماء تفتكر احنا بنقول احنا بنشتم during the صوتك switches، لا. يعني اشتغلت 2 minutes خلاص. اه بقول لحضرتك انا اشتغلت 2 minutes خلاص مثلا، انا دلوقتي المفروض stop CPR check the rhythm switch، يبقى اللي بيعمل سويتش خلاص داخل، الاثنين اللي كانوا عملوا كومبريشن خلاص داخلين دلوقتي وهما بيبدلوا. انا مش عيني على عيان ولا عيني على اللي بيبدل الشيست كومبريشن، انا عيني على المونيتور بشيك الريزم اشوفه شوكابل ولا نون شوكابل ريزم، والعيان رد ولا لا. يعني بين ال بتاعت سايكل. بين السويتشز بالظبط، بين السايكلز بالظبط. طيب دكتور وائل، هو تقريبا أمير ممكن يكون ماشي، فهو اللي بيعمل أميوت، بس هو دكتور بيقول لك حلقات، يعني سيرين يعمل حلقات على العناية مركزه في القلب بمختلف الحالات المستعجلة لو وقته يسمح، خاصة إن صميم عمله اليومي أقصد حالات الفنت على حالات القلب بأنواع cardiac emergencies. لا تقلق يا دكتور وائل، إن شاء الله يعني ما تقلقش، أنا هستغل الراجل ده وإن شاء الله نعمل شغل كويس. دكتورة علا بتضحك ليه؟ دكتورة علا بتقول لك ليه الكالسيوم كلورايد مش بيتاخد في بريفرال لاين؟ جبت لنفسك يا سلام. لا ده سؤال قوي، وهي معتمده ملي على الكونسنتريشن اصلا بتاعت الكالسيوم كلورايد، هو اعلى بكتير من الكالسيوم جلوكونيت رقم واحد. ف بالظبط بيعمل اكسترافازيشن جبار الكالسيوم كلورايد، لو حد ده يبقى عارف انا بتكلم في ايه. الا بقى لو اتحلب على يعني لازم يتخفف بدرجات معينه عشان ينفع يتاخد بروفلاكس، لو ده السبب الوحيد. لكن طبعا الكالسيوم جلوكونيت امن جدا، ينفع اتاخد لوحده، ينفع اتاخد ايفن حتى تيك يعني، بس في الدفعه كامل احنا ما بنستعملش الكالسيوم كلورايد يعني. اه انا حاطه اوبشن بس ما بنستعملوش فور سيفتي بتاعت العيانين، وان انا حافظ حتى على اللاين بتاعي. ماشي. طيب دكتور وائل بيقول لك ايضا الريتم اي ثينك الاريزمي يعني، وازاي الدي سي ان شاء الله لا تقلق يا دكتور وائل. والله يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجات كتيره جدا، فدعواتكم كده بس الناس تلاقي وقت، وطبعا لما بنلاقي فيدباك ان الناس فعلا بتستفيد بالحاجه دي، حتى لو الاونلاين تيتشنج هو مش احسن حاجه والحضور طبعا، ولكن بقدر الامكان يعني قد ان انا اكون احسن حد، او بتكلم عن نفسي يعني يا عم احمد، ولكن يعني حتى الحاجة الصغيرة بتعمل فرق كبير مع الناس اللي هي مش عندها معلومة أو كده. وانت برضه لو انت سمعت حاجة، انت اللي بتسمعنا دلوقتي سمعت حاجة مش عارفها قبل كده، رحت الشغل مع زمايلك اشرحها لهم، صدقني بتثبت في دماغك أكتر يعني. طيب دكتورة ريهام، شيست كومبريشن ديبس في النيونات ربع ان انفانت تلت، يعني تقول لك ان ده هما الوان هو فورث تلت ايه هو في كده كده الانفنت كده وانسر. هو كده كده التلت كده كده تلت الشيست رايح، تلت الشيست كومبريشن يعني تلت الدبس بتاع الشيست وول. المفروض بقى تقريبا بيبقى حوالي 3 سم تقريبا في النيونيت، وفي في الاكبر شويه الانفانت يعني، في الاكبر شويه بيبقى الحالات التانيه اللي هي تقريبا بتبقى يعني ايه، هنقول مثلا 4 سم 5 سم في الاطفال. طيب دكتور محمود بيقول لك نفصل الفنت من على العيان أثناء الدي سي. هو احنا مش ماشي، حاطين فنتليتور اصلا يا دكتور محمود، ممكن احنا شغالين أفصل بانبوبه التيوب بس. يعني. ممكن اه أفصل التيوب بفصل التيوب الانبوبه، أثناء. اه أوكي بفصل طيب الانبوبه لو فيها اكسجين. اه طبعا بفصل الانبوبه. تمام. دكتورة سامر بتقول لك prolonged CPR up to 1 hour and its outcome if the cause of هو arrest was mostly موضوع البرولونج brain السيبيار ده herniation. was herniation brain herniation نكمل سي بي ار ولا لأ؟ ولحد قد ايه؟ لا مش عارف فعلا، انا مش عارف يعني هو برون السي طيب بي ار اشتغلت ساعه وهو البرين هيرنيتد هكمل ولا لا؟ هو في حل المفروض ان اصلا احنا البرين لو كده هيرنيشن؟ بيبقى كونسلت نيوروسيرجيكال لو في حاجات ريفيرسبل يعني بالنسبة له، ولكن طبعا مش متأكدة من المعلومة ان الحاجة دي يقدر يصلحها او لا، فانا ما عنديش المعلومة كده. ولكن لو هو يعني ايه امبندنج هيرنيشن، بيبقى فيه بقى اللي هي ان احنا نعمل هايبر فنتيليشن، وده الانديكيشن بتاعها دلوقتي. لو هو امبندنج هيرنيشن نحاول بقدر الامكان ان احنا
نقلل فرصة إن يحصل impending hernation، إن يحصل hernation أصلا في impending hernation. طبعا العيان ده بيبقى معاه كوشن لتريال لو هو مش arrested يعني، لكن في حالة إن هو عيان arrested دلوقتي و herniated مش متأكدة من المعلومة، ممكن ندور عليها. طيب دكتورة هند بتقول لك في أطفال بيكون عندهم chest deformity، هل CPR هيبقى effective؟ السي بي ار ما فيش اي ريكومنديشن خالص، ايفن حتى في سيست فورمتس هيبقى شيست كومبريشن عادي خالص. على قدر الامكان. طبعا خلي بالنا يا جماعة من البلانشيتا والحاجات اللي هي اللي احنا هنحط تحت، يعني الحاجات اللي هي البيزك يعني ساعات بننساها احنا اصلا في الحاجات بتاعتنا. هو انا مش عارف، انا شايف 134 نيو مسج اتعشى منها تكون يعني اللي هي سلكي وكده. طيب احنا في وقتها عايز انا هنكتب افهم الناس اللي كانت النهارده ما شاء الله، الناس انها صاحيه ما شاء الله. انا كنت بعمل حضرتك الساعة 1 والله صباحا، بس قلت يعني يمكن الناس تخيلت. طيب عادي كالسيوم جلوفينات ينفع في الانترا اوسيس في الهايبر كاليميا؟ والله ينفع. اي كل حاجة تانية؟ الميديكيشن انتراوسيس تنفع. عايز تدي دم، يا بلازما، كل اللي انت عايزه. اوكي ممكن ندي كالسيوم ماشي قلنا، وهل الهايبر كاليميا ينفع ندي كالسيوم كلورايد في الانترا اوسيس؟ هو ده هنديله أي حاجة، أي حاجة عايز تديها اديها ايه في المنتروسيس. نعتبر الاي في ده هو انتروسيس، يعني انتروسيس هو الاي في. بس يعني ان احنا كنا قلنا الكالسيوم كلورايد مش هينفع في البريفرال لاين وكده وبتاع، اي ثينك ده جاي من هنا السؤال يعني، اعتقد ذلك يعني. اعتقد ان انا كده وصلت الى نهاية الأسئلة. الحمد لله شكرا، يعني وصلنا الى نهاية الأسئلة. باقي حاجات لو انا في حاجة مشفتهاش يا جماعة يعني ممكن نبقى نبعتها اوكي على الماسنجر او على الجروب في حياتي ان شاء الله. حد عنده اوكي اي حاجة تانية قبل ما نطلع؟ مش عارفة امير تقريبا ارستد معاك يا باشا، هنا. كنت لسه بشكر فيك. ربنا يخليك. هو لسه انا بضحك عليك. عاد حد طيب عنده حاجه؟ احنا بقى لنا نص ساعه في الاسئله دول. خلاص يا سيدي، اصلا مش بعرف اعمل لهم اميوت منين بصراحة، فكنت بقرأ المسجات يعني، فبحسبها كنت هنا تساعدني يعني. حد هو انا عنده كان أي ليا حاجة طلب بس، تانية؟ يعني لو كان في اوبشن فيدباك دكتور علي استاذنها، هدي لحضرتك الفيدباك يا دكتور علي، بس يعني ايه النقط اللي ما تفهمتش وايه النقط اللي ممكن نهايلايت ليها، بحيث بس يعني لو في حد عنده حاجه معينه نقدر بس احنا نديها. مثلا نحس ان في المحاضرة الجاية لو احنا حتى جوجل هنعمل اللي فورم هي يدكتور علي. السيريز حاضر. دي او كده، خلاص هنحاول ان شاء الله ننزلها الجروب، والشباب يعني اتمنى ان انتوا تتعاونوا معانا وكده، وكمان حتى ممكن تؤد ايه الموضوعات اللي انتوا عايزينها يعني next topics، يعني ان انت ممكن تزودها دكتور احمد في الشيت ده، بحيث على الاقل نبقى عارفين ايه الحاجه اللي needed، لان انا ممكن ابقى شايفه عايزه advanced cardiology ودي تبقى advanced بالنسبه للناس اللي هنا، فبناخد منها فكره عن الاودينس و which level نتكلم عليه، بحيث ما يبقاش يعني ايه بنقول حاجة advanced على ناس لسه beginner، أو العكس يبقى هو أصلا حد advanced وعايز يسمع advanced وأنا ما أقولوش، يعني حاجة شبه كده يعني. صح. 11 مسج دولت. نعم بتقول حاجة يعني؟ لا يا دكتور، لا طيب حضرتك ماشي، النواب بتفرق معانا جامد. ماشي يا دكتورة أميرة إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا جماعة إن أنتوا سهرانين لحد دلوقتي، والله يعني أنا أبريشيت دايما الناس اللي هي يعني بتدور على أي حاجة تتعلم، وشكرا شكرا يا دكتور أحمد نحاس يعني والله كتر خيرك، وإن أنا حتى أنا إيه دبستك كده أهوت وأنت يعني لم أرحمك تصم تلبيسة الضيافة. جميلة. قول لي قول لي قول لي قول لي لا مش فاضي، حاجات كده متوقعة هتقول لي كده بصراحة، فيعني كتر خيرك والله والله بجد يعني كتر خيرك. مرسي جدا دكتور. وأمير ربنا يخليك يا أمير، يعني أنت أنا مش عارفة أنت إزاي يعني يا جماعة دكتور أمير بيبقى أصلا يعني إيه تقريبا شغال طول اليوم، يعني إحنا ليه متأخر عشان كان فيها قبلنا بتاع من أول الصبح محاضرات، برضه دكتور أمير بيبقى شغال بنبس وهو اللي بيسبورت كل حاجة، فوالله يعني يعني مش عارفة أشكرك إزاي دكتور أمير، ربنا يكرمك عفوا يا يا رب دكتور، لا ويكون شكرا على زي واجب. حفلتك. لا والله بجد والله بجد يعني كتر خيرك يعني، ولسه طبعا هيقعد ربنا بقى يخليك. حاجات البري والبوست وكده. دكتور احمد المايك معاك يعني لو انت عايز اي حاجة. شكرا يا شباب، ليكم كلكم والله.
شكرا دكتور علي، لقيت تحت الفرصه الجميله دي، واتمنى والله فعلا نكون حتى ولو ضفنا معلومه بسيطه تفرق في الشغل مع اي حد من الشباب الشغالين. موضوع مهم وبصراحه محتاج يتذاكر بقى، يعني على قدر ما احنا قلنا شويه معلومات لو قلناها بقى باذن الله. باذن الله اذا انا هنزل حتى المحاضره باذن الله عادي افيلبل، يعني اوبن سورس لاي حد ممكن ياخدها. والله كتر خيرك، يعني انا قلت عشان يعني احتمال يبقى عندك انت بعض الكونسيدريشن يعني، ويصير من الناس كده يعني، فيا ريت والله يعني نكون شاكرين جدا. ولكن برضه بقول يا جماعه، انت لما تلاقي اي محاضره موجود احضرها لايف، صدقني صدقني هتعمل لها سيف، لو انت ما حضرتش الحاجه دي سيف، وشوف انت عندك كام محاضره عملها سيف، وان شاء الله الوقت المناسب نيفر ان هو بيجي يعني، ده عن تجربه يعني، نصيحة أخوية. ماشي ماشي يا جماعة، شكرا شكرا دكتور أحمد، شكرا ليكم كلكم. لو في أي حد عنده أي حاجة ما قريتهاش فسامحوني، ولو في أي حد عنده أي حاجة نزلوها على الجروب عادي يعني، بإذن الله نشوفها، ودعواتكم يعني، ربنا يكرمنا جميعا يعني. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.